بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. بدايه كل عام وانتم بخير، ايام ونستقبل عيد الاضحى المبارك، وهنيئا لمن هم يلتقون رحاب الله ومناسك الحج، عقبالنا زيهم جميعا. وعلى مدى الاسابيع الماضيه عشنا زلزال النظام الأساسي للأندية والهيئات الرياضية، والذي أوشك على الانتهاء تقريبا 90% من الأندية والهيئات الرياضية، خلصوا نظامهم الأساسي وباقي القليل. ولكن إذا كان الزلزال أوشك على الانتهاء فربما نترقب توابعه، ولكن هل يكون للمرة الأولى للتوابع تأثير أكبر من الزلزال؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. فعلا ساعات قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، أعده الله عليكم وعلى مصر كلها بكل اليمن والخير والسعادة بإذن الله تعالى. فرغت الأندية جميعها أو معظمها بالفعل من قضية النظام الأساسي، ويتبقى القليل، لكن أعتقد الشأن الفني كمان أكثر أهمية وأكثر جاذبية وأكثر إلحاحا لدى الجماهير، لأنه كل اللي بيحصل بهدف ترتيب الأوضاع كلها للموسم الجديد. الموسم الجديد عندنا ارتباطات كبيرة جدا، الموسم الجديد طرق الأبواب سريعا، داخلين على مباراة ولا أصعب ولا أهم ولا أكثر أهمية من كده، يوم الخميس إن شاء الله تعالى مصر وأوغندا في كامبالا، مباراة فارقة في مسيرة الكرة المصرية يا باشمهندس. روعة هذا الشهر. انه بيحطك قدام احداث تاريخية مؤثرة في تاريخ الأندية، في تاريخ المؤسسات، في تاريخ حتى كل الاتحادات، بطولة عالم في الكرة الطائرة تحت 19 سنة و23 سنة. انجاز الخماسي الحديث. الخماسي الحديث. ما شاء الله. الكاراتيه. الحاجات. التايكوندو. التايكوندو. حاجات كلها وكلها نتائج تخليك تفرح وتخليك تتفائل. لأول مرة المركز الخامس 23 سنة في الكرة الطائرة، شيء رائع. وأيضا يسير 19 سنة على نفس النهج، ربما يحقق مراكز أفضل، ولكن على الأقل ممكن يبقى خامس. إذن نحن وبالنسبة للأندية، القانون صدر، اللوائح، نماذج اللوائح الاسترشادية اتبعتت لكل الأندية والهيئات، معظم الأندية وفقت أوضاعها. نستقبل مستقبل مليء بالجدل، وهو ده اللي انا كنت عايز اقوله يا استاذ ابراهيم. احيانا نعيش العناوين اكتر ما نعيش المضامين. ازاي بقى؟ عايزين القانون، قانون الرياضه، وينسوا الناس يناقشوا نفس القانون. فتبص تلاقي بعد ما يصدر يبتدوا يناقشوه من خلال الممارسه، يقول لك ده في عيب كذا وفي عيب كذا وفي عيب كذا، لاننا استغرقنا العنوان. عايزين بقى قانون جديد، عايزين بقى قانون جديد. وكان وانت لو تذكر ان انا قعدت احزم من هذا الامر، يا جماعه بنتكلم على القانون من غير ما نعرف ايه هو. نفسنا اتكلمنا على حلم يعني تغيير القانون بتاع الرياضه دون ان نناقش طب احنا هنحكم بايه. فما ان صدر حتى بدات الاعتراضات. نفس الشيء بالنسبه للوائح التنفيذيه اللي الناس هتمشي عليها، صدرت عشان تحدث الجدل وتحدث الخلاف وتحدث ربما الخروج. يعني لما تشوف حالة النادي الأهلي حالة تستوقفك. النادي الأهلي مصر ان هو يمشي بمنهج هو مقتنع بيه جدا، وبيقول لك ده من حقي اعمل جمعيات عمومية زي ما انا عايز وعلى يومين وفي مقرين والكلام ده. اللجنة الأولمبية بتقول ده غير قانوني. احنا ازاء مشهد غريب جدا لم يحدث قبل كده ولم يتعرض له النادي الأهلي. نتمنى ان يخرج منه النادي الأهلي سالما غانما محققا اهدافه وبما يحقق الخير لمستقبل هذا النادي. طبعا كان لنا راي وكان لنا توجه، خشيه من هذه اللحظه ان احنا نقف في لحظه التباس مش عارفين نتيجتها ايه.
ما علينا، مش هنرجع نتكلم في اللي قلناه قبل كده، لكن هنتكلم ونقول ان ايا كانت الاوضاع عشان نطمئن الناس. بس يا جماعه هو اللائحه دي ايه؟ ده مجلس الاداره ممكن يغيرها بعد كده، مش عايزين نقف انها تشكل عائق لاي حد. وعلى فكره يا استاذ ابراهيم، لا يوجد منتصر وخاسر في هذا الامر، دائما الناس تتناقش وكل واحد يتصلب لرايه، بحيث ان ايه، انا منطقي اللي كسب وشفت بقى. لا توجد شماته ولا يوجد انكسار ولا يوجد هزيمه، في تبادل الاراء، فكلنا نستوعب بعض كده بما يرضي الله، ونحرص على بعض ونحوط على بعض اللي بيجمعنا مصلحه هذا النادي، وهنظل اخوه واصدقاء، وكل واحد يا سيدي هينسى الكلمه اللي اتقالت عليه، ومش هيقول على حد حاجه غلط باذن الله، لان النادي محتاج جهد جميع ابنائه، المتفق والمختلف على النقطه دي، بكره اتفق ويختلف على نقطه اخرى. نقفز من هذه النقطه الى النقاط الاهم. طب هو منتخب مصر اللي داخل على كاس العالم وداخل على مباراتين قد ينهوا ويحسموا وصوله لكاس العالم، اوغندا ماتشين البعض يراهم بساط، انا برا اي ماتش حرج مش بسيط، لان كره القدم ادي احنا شفنا عملنا ايه مع الفيصلي، ملاش دعوه بالمستوى المستويات. عايزين تحلل لنا استاذ ابراهيم الاول، وعلى فكره هنكلمكم تفصيلا على شكل النادي الاهلي الموسم الجديد، وعلى وضعه الافريقي، وعلى فرصه، وطب هو مين خرج ومين داخل، وهو ده الدعم ولا فقط بعض القوة. فعايزينك تبدا من هذه النقاط يا استاذ. تفاصيل مهمه جدا في الشان الفني والشان الاداري، حفظ الله النادي الاهلي من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه ابرز عناوين الحلقه. الاهلي بين تدعيم القوه وقوه التدعيم. شد حيلك يا بلد، الحلم في كمباله بيتولد. اذا كان ترجي يا دوله يبقى الاهلي يا امه. دول الثلاث عناوين المهمين جدا اللي بنستشرف بيهم المرحله اللي جايه شديده الاهميه والتاثير، سواء في مسيره المنتخب الوطني او في مسيره النادي الاهلي الكرويه والرياضيه باذن الله تعالى. كل سنه وانتم طيبين. الاهلي الكابتن حسام البدري منح اللعيبه فرصه الاحتفال بالعيد يوم واحد، يوم الجمعه فقط، اول إدبح. ايام العيد يعني يقف ويذبح بالظبط، اذبح وارجع للتمرين، اذبح وارجع. وهيعود الفريق للتدريب في ملعب التتش يوم الخميس ان شاء الله. لعبت كره الوقفه يعيشون حياه مش سهله، الناس فاكرهم يعني بيلعبوا كوره بيتبسطوا بياخدوا فلوس وبيعملوا مستقبل، لكن تخيلوا انه وانتوا كلكم بتصيفوا وبتعملوا بتاخدوا اجازاتكم، هم باستمرار اعيادهم ده التدريب اليومي باستمرار اعيادهم بتبقى مشحونه بالاستعدادات. صحيح، ربنا وفق الاهلي انه يعبر طبعا مباراه الترجي، لان هي دي العقبه الكؤود، هو هذا هو النهائي المبكر يعني. الاهلي بيستعد، انتوا عارفين هيستهل مشوار الدوري باذن الله تعالى يوم 16 سبتمبر. الدوري هيبدا 18 او مباراه الترجي 16 سبتمبر، لكن الاهلي بيبدا الدوري يوم 8 مع طلاع الجيش باذن الله تعالى. ايضا بدايه اخبارنا، الاستاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا له تصريح ان المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي اعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنه الانديه المنوط بها اعداد لائحه رابطه الانديه المحترفه، وفوض المهندس محمود طاهر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه لينوب عنه خلال الاجتماع، مشيرا الى ان رئيس النادي الاهلي كان على تواصل معه خلال الفتره الاخيره للاطلاع على ما توصلت اليه المناقشات. انتوا عارفين انه اتحاد الكوره لما اخذ على عاتقه مهمه ضروره تاسيس رابطه الانديه المحترفه وشكل لجنه من بعض رؤساء الانديه هدفها الاجتماع علشان يبدا بلوره فكره الرابطه المحترفه ولائحه هذه الرابطه وبدء العمل بتاعها يا باشمهندس، ولجنه صياغه لائحه الرابطه هتجتمع يوم 10/9 باذن الله تعالى. ده تصريح للاستاذ مرتضى منصور. قبل ما نروح للتصريح ده، انا بحب ضبط المصطلحات جدا. عندما يصاغ محمود طاهر فوض رئيس المقاصه، يتبادر الى ذهنك روح اعمل اللي انت عايزه واحنا معاك.
لا، كلمة التفويض معناها كده. أي، خد قرارك بالنيابة عننا. ولكن مؤكد مش ده اللي حصل، مؤكد النادي الأهلي من خلال رئيسه كانت له رؤية نقلها إلى رئيس نادي المقاصة وقال له انه يعني يتبناها وينقلها للنيابة عن النادي الأهلي. إذن هنا طلب من رئيس نادي المقاصة نقل وجهة نظر النادي الأهلي في هذا الأمر ولم يفوضه. لا أحد يأخذ تفويضا من النادي الأهلي، ولا أحد في النادي الأهلي يعطي تفويضا لأحد. ما فيش حاجة اسمها تفويض، إنما في تكليف. فالنادي الأهلي له رؤية. طيب الأستاذ محمد عبد السلام أو اللواء محمد عبد السلام رايح فكلفه، وبعدين كمان لم، وهذا اللي يؤكد اللي انا بقوله ضبط المصطلح، ان الاستاذ فايز عريبي بيقول لك كان المهندس محمود طاهر على تواصل معانا خلال الاجتماع، بنتبادل هو بيتواصل يعمل ايه، عملته ايه، طب قلته ايه، بيقول لهم رايه وبياخدوا رايه. اذا مفيش تفويض، انما في انت موجود انقل بالنيابه عننا وجهه نظرنا. بس انا حبيت اقول كده. طيب الاهلي كمان بيستخرج تاشيرات الدوليين قبل رحله تونس لمواجهه الترجي في مباراه العوده. كلف مسؤول النادي المهندس سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالبدء من الان في استخراج تاشيرات السفر للاعبين الدوليين اللي هيكونوا موجودين في هذه الفتره في معسكر المنتخب ورحله اوغندا، بالاضافه لاستخراج تاشيرات بقيه المقيدين افريقيا. عارفين الاهلي سجل 26 لاعب في القائمه الاولى، ومتعب على موجود في القائمة. أرسلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي القائمة الأولية للفريق الأحمر إلى اتحاد الكرة وفقا للمواعيد المحددة، وضمت القائمة 26 لاعبا، شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، في خط الدفاع أحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني وعلي معلول وصبر رحيل وحسين السيد ومحمد نجيب وأحمد ورامي ربيعة وسعد سمير، في خط الوسط حسام عاشور وعمرو السلية وعبد الله السعيد وعمرو بركات وميدو جابر ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وصالح جمعة، وفي خط الهجوم عمرو جمال وجونيور أجاييه وأحمد الشيخ ومروان محسن. ملاحظ أنه تم قيد المعارين يا باشمهندس، ده على أساس حفظ حقوق الاهلي فيهم بحيث يبقى اللاعب معار فقط. يعني انا اسجل، يعني دلوقتي اسجل احمد حجازي بس لحظه واحده وانا بعيره، لحظه واحده بس. دول 26 اسم. يعني لينا اربعه هيضافوا على هذا. ايوه، طب ما دول الوجوه الجديده هتخش بالظبط. انما انت عايز تقول ان عمرو جمال موجود وعايز تقول حجازي موجود والاثنين معارين والاثنين طبعا مش هتخرجوا من قائمتك. لم تشمل القائمة زي ما انتم ملاحظين عماد متعب ليه وإسلام محارب وهشام محمد ووليد أزار وأيمن أشرف، ده لأنه التعاقدات جديدة. عماد متعب له عقد جديد، فاللعيب اللي له عقد جديد بيتم قيده في القائمة الثانية بعد اعتماد العقد الجديد له. ده اللي يمكن الناس تلاحظ عدم وجود عماد متعب في القائمة الأولية، لأنه له عقد جديد تم توقيعه. بينما تقرر طبعا قيد خمس لاعبين تحت السن. الناس هتقول فين كريم ندفت، فين اكرم توفيق، فين فوزي الحناوي، فين احمد بيكهام. دول اللاعبين الصاعدين اللي مستمر قيدهم في قائمه الناشئين. اي بس مش موجود اكرم توفيق وكريم ندفت. ما هو موجود ضمن الخمس لاعبين، هم تحت السن لسه يا باشمهندس. انا فاهم، بس مش موجودين في القائمه الافريقيه. لا لا، دي القائمة الأولية اللي راحت اتحاد الكورة، القائمة المحلية. 26 اسم بقي لك أربعة، احنا كده باشمهندس دي القائمة المحلية للدوري الجديد، ده الموسم الجديد المحلي مش القيد الأفريقي. ماشي، دي القائمة الأولى لاتحاد الكورة. فأكرم توفيق وكريم ندفد وفوزي الحناوي وأحمد بيكهام مستمر قيدهم في الناشئين. ده المران الصباحي للاعيبه الاهلي في المعسكر المغلق اللي مقام في 6 اكتوبر تحت اشراف الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون. الحقيقه كابتن حسام مركز تركيز كبير جدا، يعني الله يكون في عونه يا باشمهندس، في مساله ان انت تبدا اعداد بدني في هذه المرحله المهمه جدا من الموسم، والقوه الضربه بتاعتك موجوده في معسكر المنتخب، يعني ما يقرب من 10 لعيبه في معسكر المنتخب في هذه الفتره. فالكابتن حسام بيجهز ما لديه من لاعبين
علشان يدخل بيهم الموسم الجديد. الفريق بيتمرن في خلال هذا المعسكر اللي في 6 اكتوبر على فتره واحده غدا ان شاء الله، ويواصل تدريباته، هياخد اجازه الجمعه فقط ويستأنف الفريق التدريبات من جديد. هيلعب الاهلي مباراه وديه مع النصر يوم 30 اغسطس ان شاء الله، والكابتن احمد ايوب المدرب العام له تصريح انه الكابتن حسام البدري قرر خوض مباراه وديه اخرى امام احد انديه الدوري الممتاز، هيرشح ان هي تكون يوم 4 او 5 سبتمبر اللي جاي باذن الله. مؤمن زكريا نجم الفريق واحد من الهدافين المتميزين الحقيقه، له تاثير لافت مؤمن، بيعود لتدريبات الاهلي ومحارب ايضا عنده شكوى من بعض الالام في الحوض. اسلام محارب لاعب الاهلي الجديد اللي رجع للاهلي من سموحه، شارك في التدريبات الجماعيه بعد او شارك ثم استمر في التدريبات واستأذن بعد كده نظرا لشكواه من الام في منطقه الحوض. اكتفى محارب ببعض التدريبات التاهيليه على هامش المران الجماعي تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا، في الوقت اللي عاد فيه مؤمن زكريا. الاصابات دي زي ما يكون لازم يدشن اللعيب يصاب كده في النادي الاهلي ها عشان يعتمد، يعني حاجه غريبه ان لعبتنا بتصاب بالشكل ده. كلام كتير على التدعيمات. اليوم السابع الاهلي بيتلقى عرضا لضم مدافع حمام الانف التونسي في صفقه انتقال حر، وبيقول الموقع الاهلي تلقى عرض من احد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع المدافع التونسي علاء الدين البوسليمي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه في صفقه انتقال حر نظرا لانتهاء عقد اللاعب مع نادي حمام الانف، خاصه مع استمرار الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام في البحث عن تدعيم قوي لخط الدفاع. الموقع بيقول ان في مصدر مسؤول في الاهلي قال ان البوسليمي يبلغ طوله ما يقرب من متر و90 سنتي ما شاء الله، سنه 26 سنه، رفض فكره تجديد عقده مع حمام الانف والاستمرار معاه، فضل الانتظار لحين تلقي عرض جيد. بدا الوكلاء يتحدثون عن امكانيه انتقاله للنادي الاهلي. سجل البوسليمي 6 اهداف اغلبها بالراس مع حمام الانف، كما انه رفض التوقيع لاحد الانديه الجزائريه لرغبته في العوده للعب لناد كبير يعود من خلاله لصفوف المنتخب التونسي، ورحب اللاعب بشده بالانتقال للاهلي في حال اتمام التفاوض الذي يجري حاليا بحسب تاكيدات اليوم السابع، اللي بياكد انه اللاعب جيد ويمكن ان يكون صفقه قويه يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، انت بتدور على واحد بديل لحجازي. حجازي اهم مدافع ان لم يكن في مصر هيكون في افريقيا وبيلعب في الدوري الانجليزي. النهارده انت لما تجيب علي معلول ده ظهير ايسر منتخب تونس، طبعا المواصفات البدنيه ممتازه بتاعت اللاعب وجاب 6 جوان، ماشي كلام جميل جدا، لكن هو بره المنتخب ما تنساش ده. فانت لازم تبص عليه كويس قوي ها، اذا كان يستطيع من خلال امكانيات فنيه وبدنيه وان يتاقلم ويتطور بما يعوض هذا الغياب المؤثر بتاع احمد حجازي اهلا وسهلا. لكن لازم نبقى واحنا بنجيب حد حاطين في ذهننا ان احنا فقدنا حد بقيمه احمد حجازي وعايزين نعوضه. كان في قيمه احمد حجازي محمود عزت؟ لا مش في نفس الكفاءه طبعا. الله، انت بتتكلم على اهم مدافع في مصر. في مصر هو سعد سمير. ايوه واخد بالك؟ فانت النهارده عايز حد كده لان انت اقوى دفاع. انت اقوى دفاع ليه؟ لان كان في ثلاثي او رباعي على اعلى مستوى، يعني حجازي ربيعه سعد نجيب، اي اتنين من دول كانوا بيطمنوك على خط الدفاع. يعني اللي راح وتألق منهم في الدوري الانجليزي في نادي كبير هو حجازي. يبقى انت عايز حد بالمواصفات دي. لكن حتى التشيكي فرانز ستراكا المدير الفني لفريق سموحه بيعلن رفضه التفريط في محمود عزت اللي بيتفاوض مع النادي الاهلي،
وقال اليوم السابع انه مسؤول الاهلي بيضغطوا للتعاقد مع محمود عزت في الفتره الحاليه لتدعيم الفريق. رصد الاهلي بحسب الموقع 6 ملايين جنيه للتعاقد مع المدافع الدولي اللي انضم اخيرا للمنتخب، لكن راي ستراكا في سموحه التمسك باللاعب. سموحه بيطور نفسه، سموحه بيسعى الى المنافسه. وهو عنده فلوس. وتمام لما بيبيع بيبيع غناوه. النهارده اللاعب ده راح المنتخب، واخد بالك، فهيبتدي يعمل كده. محمود عزت لاعب كويس، واعد جدا، مهم. محمود متولي بتاع الاسماعيلي عفوا مهم اكتر من لاعب، لكن برضه ممكن تجد ضلتك في حد يكون سوري عشان يبقى سوري. عشان بس ايه رايك صحيح بخبراتك في الفكره بتاعت السوري والفلسطيني؟ منتخب سوريا واحد من المنتخبات القويه جدا. والعراق كذلك. وفلسطين دلوقتي بتعمل نتائج كويسه. فانت لو عرفت تلاقي مدافع في المواصفات دي هيتأيد كانه لاعب مصري ما عدا العراقي. هيبقى اجنبي. ليه بقول سوري؟ عشان ما ياخدش مكان لاعب اجنبي. لازم يكون هو ده التركيز بتاعنا دلوقتي. لكن الموديش انا قلت لك قبل كده اللعيبه السوريين غاليين جدا. غاليين السومه واحمد صالح كلها ارقام كبيره، ارقام على اساس ايه مطلوبين في الخليج برضو؟ لا هم معرفش. والعراقيين غاليين جدا طول عمرهم. دي شطاره وكلاء ولا كفاءه لعيبه؟ هو مستوى بيبقى جيد وممتاز، وبيجي لك فري ترانسفير غالبا. لان ظروف هناك بيجي لك انتقال حر، فاللعيب بقى بيطلب كتير، وبعدين يبتدي يروح الصين بيدفع فيه كتير، بيروح الخليج بيدفع فيه كتير. طبعا. ايضا الاهلي بيتلقى عرض من المقاصه لشراء جده الصغير مقابل مليون جنيه، محمد حمدي زكي اللي كان الاهلي اشتراه قبل عامين واعاره في الفتره اللي فاتت. اداره المقاصه قدمت عرض لشرائه بمليون جنيه. الاهلي يشتري غالي قوي والانديه تطمع في لعيبه الاهلي. يعني انت مقاصه هتاخده مليون جنيه، السنه الجايه لو حب ياخده منك هتقول له 15، مش كده؟ يعني لازم يبقى في منطقيه. ما هي الشطاره دي، مش الشطاره اللي انت بتعملوها دي. الانديه اللي بتعمل كده دي مش شطاره، ده استغلال مواقف. واخد بالك؟ المليون جنيه دي ما تجيش حق اعاره. لا طبعا ما تجيش حق اعاره. ايوه هيقول لك انت جاي لك فري ترانسفير ومش عارف ايه، دي حاجه ما تخصكش. طب ما انت كنت واخد هشام ببلاش اللي طلبت فيه 12 مليون و15 مليون. الاتحاد السكندري بيستعير لاعب الاهلي الصاعد فوزي الحناوي، او بيطلب استعاره فوزي الحناوي، وبالفعل تمت الموافقه عليه لمده موسم واحد. انا اتمنى لفوزي انه يطلع يلعب في الدوري المصري، وكويس انه يلعب في نادي شعبي. له شعبيه كبيره جدا عشان يتعود على الاجواء دي، واعتقد ان الحناوي هيكون اضافه جيده جدا وهينضج من خلال مشواره مع الاتحاد السكندري. ايضا احمد حمدي واودونيزي، احمد حمدي اللاعب الصاعد يا باشمهندس عنصر مبشر جدا. اودونيزي الايطالي اهتم بيه، قدم عرض مالي، اداره النادي شافت انه لا يليق بكفاءه اللاعب الصاعد، واللاعب عنده الرغبه للانتقال، والاهلي طلب من اودونيزي زياده هذا المقابل. فكره ان انا ادي فرصه للاعب. انا عايز اعرف بس عايز اعرف بس، هل خرج فوزي الحناوي مجانا؟ اعاره. ايوه مجانا. لا لا طبعا بمقابل. عايزين نعرف بس طبعاً. مقابل عشان نعرف بس الانديه دي نفكرها بس. اما بتاخدوا اللعيبه بنجاملكم ازاي، وانتم ما بتدونا اللعيبه كل الانديه مصر. بتعملوا معانا ايه؟ مش اكتر من كده. الاهلي يوافق على اعاره احمد حمدي الاودونيزي، وتفاصيل ماليه قد توقف الصفقه، هي ديت المشكله زي ما قال موقع يلا كوره، وقال انه مجلس اداره الاهلي وافق على اعاره اللاعب الصاعد احمد حمدي. ولا في تفاصيل لاودينيزي. ضعف العرض اللي هو كام. وقال مراسل يلا كوره بان الاهلي ابدى موافقه على رحيل حمدي الى الفريق الايطالي
بعد حصول مجلس الإدارة على موافقة الكابتن حسام البدري المدير الفني. أحمد حمدي سبق له أنه قضى فترة معايشة مع أودينيزي خلال الأيام الماضية قبل أن يعود للقاهرة منتظرا العرض الرسمي. في تفاصيل مالية كتيرة في هذا العرض، أودينيزي أرسل في البداية عرضه لضم أحمد حمدي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 150 ألف دولار فقط، مع وجود بند بأحقية النادي الإيطالي في شراء بطاقة اللاعب مقابل 700 ألف دولار، إلا أنه الأهلي أبلغ النادي الإيطالي ضرورة التفاوض من جديد حول القيمة يا باشمهندس. ما هو ده كلام في اللي احنا بنشوفه دلوقتي بسيط، لكن ممكن في بدائل أخرى. هي يورو سبورت قالت لك الأهلي طلب 3 مليون يورو للاستغناء عن أحمد حمدي. كلام جميل. آه. طب ده أحسن لك؟ ها؟ ولا مثلا تاخد مليون ونص يورو ولا 2 مليون يورو و20% من إعادة البيع. يعني أنت خلي بالك إن المقاولين العرب لحد آخر انتقال لمحمد صلاح بياخد فلوس. أيوه. فممكن تبقى نقطة ضغط إنك تطلب 3 مليون، لكن عندك حلول أكثر مرونة أيضا ممكن توصل مع إنما هو حمدي ده لو طلع والله ما يتكذب الغطاس بقى، لو نجح في الدوري الايطالي لا يرجع ما يتباعش. لا قال لك 350 الف يورو للاعاره لمده سنه ماشي، او 3 مليون يورو للبيع النهائي ماشي. ماشي، ده دي ارقام جيده جدا معقوله. لو لا جيده جدا لو جت واقل منها شويه ممكن، لكن انا اعيره واتفاوض على بيعه بعد كده، ما احطش رقم للبيع. ليه بقى؟ مش يمكن احتاجه؟ هو يعني لاعب بهذه القدرات، انت رايك استبقيه ويظهر عندي؟ لا لا، لا انت دلوقتي مش هيلعب، مش هيلعب ديفينت للسنه دي مش هيلعب. هو من سنتين ظهر بقوه. لكن انت جبت بدائل، عمال بتجيب بدائل وبدائل قويه. فهو السنه دي احسن حاجه انه يطلع عرق وفي اوروبا وفي الدوري الايطالي اللي هو دوري فيه مزاج لاتيني شويه في الكوره زينا. طب ما يروح، وإذا شفت أنا بقى عشان كده بقول لك خلينا نتكلم في إعارة. ها؟ حتى لو كانت الإعارة بقى مش بنية البيع مش هيعلوها قوي، ها؟ برضه ممكن يطلع. يعني 350 250 بس نتكلم في البيع بقى لما يعجبكم. طب ما هو الطرف التاني من حقه وبيتكلم فعلا، لازما عشان آخده إعارة وأحطه لك في الفاترينة الجميلة بتاعتي دي لمدة سنة يبقى عندي أولوية الشراء. مش حاجة لازم، أولوية لو هبيعه. أولوية لو هبيعه. بس ما يبقاش أوتوماتيك يتبعت لي الفلوس ويبقى خده. لا. لو أنا رغبت. افرض إن أنا محتاجه، لو رجع لي خلاص. أي. لكن أولويات أولويات ياخد أولوية طبعًا. بحيث إنه ما يعرضوش لغيره. دي أفكار، واللي إيده في المية مش اللي إيده في النار، أنا قاعد بكلمك كده وأنا ما مش في الكواليس ومش مسؤول. إنما هي هي فكرة الأولوية زي ما أنت عشتها أو عملتها. شرطا ان انا عشان اخد لاعب باولويه الشراء ما تقدرش تبيعه لحد تاني غيري او قبل مني؟ لا، بتجيب العرض اللي جالك بقى. ايوه، بيسموه الفيرست ريفيوزل. ايوه، تقول انا جالي 2 مليون يورو 4 مليون يورو. عايزه؟ ما انت عندك عرض رسمي. ايوه، من نادي محدد. عايزه خده بالاربعه. هيقول لك لا مش عايزه، اروح بيعه للعرض اللي جالي. بس هو له الاولويه، ولو هياخده ياخده بالاربعه. عارف حق الشفعة؟ ايوه، اي حاجه زي كده. ولو هياخده ياخده بالاربعه، ياخده بالعرض اللي جاي لك. قيمه اعلى عرض جاي لك. الاهلي بيرغب في رفع طبعا قيمه احمد حمدي زي ما قلنا لحضراتكم، وواضح انه لاعب جيد جدا، واضح انه الفتره اللي قضاها مع اودينيزي الايطالي اقنعت الفريق الايطالي باهميه الاحتفاظ باللاعب الصاعد، اللي بيناشد الاهلي الموافقه على رحيله لاودينيزي. عندنا عناصر كتيره مبشره جدا، وانا الحقيقه سعيد بالانفتاح اللي حصل. احنا يعني ما انت اللعيبه دي هتقعد تعمل ايه؟ انت لا تفهم ان اللعيب في الاخر بيحب يلعب. ايوه كويس. ايوه، حطه. انا مع الاعاره تماما، ولذلك انا مبسوط من اتحاد الكوره لما يعني فتح انك انت يعني، ولذلك التراجع بقى عن فكره ان هو كان تبقى قائمه مفتوحه وتعير اللي انت عايزه، كانت افضل حل للكره المصريه. ودي هتيجي يعني لو انت عملت رابطه مؤكد القرار ده هيتاخد
عشان الكنز اللي عند الانديه اللي بتصرف على قطاع الناشئين ما يروحش بقى ونطه. بالظبط. اه وتبدا تدي فرص بدري شويه من بدري. 18 و19 سنه يطلع خلاص اللعيب يبقى عارف ان هو مش اسير. لا ده هو ايوه خليني مع النادي الاهلي وقت ما يعوزني، لكن طول ما هو مش محتاجني انا قادر العب وعبر عن نفسي في اي مكان. بالظبط. الرابطه معنيه بعوده الجماهير زي ما المهندس عدلي قال، بس الرابطه تتعمل وتحط لوائحها علشان تبدا تحرك الامور في مسابقه الدوري بالشكل الاحترافي. واحد من ضمن اهدافها اللي اتكلمت عنها او اتكلم عنها بعض اعضاء الرابطه في الفتره الاخيره ضروره عوده الجماهير، وكان الكلام بدا في ممكن نرجع ب 1000 مشجع لكل نادي، ودي بدايه برضو ضعيفه شويه، لكن مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الاهلي وصاحب الانجازات القياسيه اللي تعاقد مؤخرا مع وادي دجله للعمل كمشرف لقطاع الناشئين فيه له تصريح مهم انه غياب الجماهير اكتر من كده هياثر كتير على الكره المصريه، وده لازم ناخد بالنا منه يا جماعه. في اعتبارات امنيه لازم نحطها في الاعتبار، في اشتراطات لازم تتعمل، في طريقه لعوده الجماهير من ضمنها الاليه اللي استحدثها النادي الاهلي واللي اشرف عليها وليد مهدي الحقيقه بجهد كبير جدا وجيد علشان تبدا تحط ضوابط لعوده هذه الجماهير. اتمنى ان كل الاطراف تكون معنيه بالاساس ازاي نقدر نرجع الجماهير ولو بشكل جزئي. طبعا الكلام مش في 1000 مشجع، لانه 1000 مشجع اللي هو انا لو رجعت بيك شويه ساعات الواحد يقرا سطر كده وبعدين يخطر على باله في موضوع احمد حمدي ده. عشان تعرف ان ده شغل وكله. ايوه. ضغط وكله. لو الوكيل ده بس انا بقى بيقابلني انا. لاني ده شغل وكله. النهارده وتعجب، شوفوا بقى الفقره دي. وتعجب مسؤول نادي اندونيسي من طلبات الاهلي الماديه التي وصلت الى 3 مليون يورو كاجمالي للصفقه في حاله بيع اللاعب نهائيا. وتعجبت ليه؟ ما انت مش هتشتري الا اذا كان عجبك. ايوه. فاذا عجبك ادفع ال 3 مليون. بس اكترهم عليا. لا شوف بقى التبرير بقى، ده شغل الوكله بقى. التحليل ده والله العظيم ثلاثة لو وكيل يقعد يكلمني كده ما اقعد معاه دقيقة. يا ناس مش كده. الوكيل ده جاي يعني هيصعبط عليا. يقول لك ايه؟ وياتي سبب رفض النادي الاهلي في استمرار المفاوضات لعدم مشاركة احمد حجاج. شوف التفاصيل اللي وصل النادي اندونيسي. ما بيلعبش عندك. ما بيلعبش عندك في الموسم الماضي. ومش في قائمتك في الدرجة الأولى، ومش في قائمتك الإفريقية. تفاصيل. أنت مالك؟ استنى بقى. ولم يشارك أحمد حمدي سوى في 8 مباريات فقط في الموسم قبل الماضي، يعني كان أصغر في السن وشارك في 8 مباريات، طب افرض إن أنا دعمت نفسي بصفقات أقوى، وده لسه صغير. أنت واخد لاعب صغير السن. فإذا كان عبر عن نفسه ولفت نظري، بدل ما تقول بقى أيها الوكيل على لسان نادي اودينيزي، وطبعا اودينيزي ما قالش الكلام ده. لان اودينيزي مش هيبعت جواب يتعجب فيه. قال لك لعب لمده 302 دقيقه مقسمه بين دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، يعني لعب في الثلاثه. ده متابعنا. ده بالعكس. دي نقطه لصالح، لعب دوري وكاس وافريقيا. وانا كسبان الدوري. وصلت فاينل كاس، يعني انت بص بقى الجملة الخطيرة بقى اللي قافل بيها نادي اندونيسي. وبمقارنة العرض المادي الذي طلب الأهلي حصول عليه مع تاريخ اللاعب في النادي الأهلي عمر ما حد بيفكر كده. وعدد مشاركاته اتضح أن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبون في بيع دقيقة اللاعب أحمد حمدي صاحب 19 عام مقابل ما يقرب من 10,000 يورو، وهو مما دفع مسؤولي نادي اندونيسي اغلاق باب المفاوضات دون تفكير. انا عايز حد من اندونيسي يجي يتكلم عن النادي الاهلي. عايز حد من نادي اندونيسي يجي يتكلم عن النادي الاهلي. مش طيب. وكيل عمال الدقيقه بكذا، يعني وحسب عدد الدقائق وقسمها على 3 مليون، هو مش حول 3 مليون يا ابني الا اذا عجبه. انا نادي ما بيعرفش يقيم لعيبته، خلاص؟ او عندي زحمه في الحته دي عايز ابيعه. انا ما بعرفش يا سيدي اقيم. بعد ما لعبته 8 ماتشات وهو اصغر سنتين ما لعبتوش السنه اللي فاتت. كويس؟ هل دي انا ما بعرفش، لكن الاندونيسي بيعرف. مش هيقول لك هشتريه الا اذا عجبه، وهو هيشتريه عشان الفريق الاول، مش هيشتريه عشان الناشئين.
وعشان يكسب طيب من وراه. طيب انهي افضل، احدد له سعر في حال البيع النهائي ولا اسيبه عرض وطلب؟ اسيبه عرض وطلب. اسيبه عرض وطلب. اقول له انا عايز دلوقتي 350 الف يورو عام بالظبط، والعجبك مالكش دعوه باللي جاي، تعال نتكلم. اه اذا عجبك يبقى في سعر. هتقوم تقول لي ايه؟ هدي له اثنين اوبشن. بيع نهائي بكذا، بيع نهائي، بيع نهائي وليه حق نسبه في اعاده ال من يعني اعاده البيع. يعني صح ان انا دلوقتي اقول ان انا عايز فيه 3 مليون دولار بعد كده؟ لا مش هم مستغلين. لا نتكلم. نتكلم لاعتبارات كتير، انت ممكن يرجع لك اللاعب. وممكن يبقى عندك اوبشن تاني لو انت شايفه انه بينضج وبيتطور، هتقول له لا مش عايز تدفع 3 مليون يورو، هتدفع كام؟ هيقول لك خليها 1.5 او 2، ماشي، بس هاخد 20 ولا 25% من اعاده البيع. من بيعه مستقبلا. اما تيجي تبيعه لحد تاني. وانت وبختك بقى يتباع ب 10 مليون يورو ب 8 مليون يورو، النسبه دي هتجيب لك فلوس كويسه. طب مانويل جوزيه وتصريحه بانه غياب الجماهير اكتر من كده ضرره كبير على الكوره في مصر. اكتر واحد شاعر بتاثير غياب الجماهير وخصوصا عن النادي الاهلي لازم يكون مانويل جوزيه، لان هو اللي استمتع بدفء هذه الجماهير. هو اللي استمتع بمشهد انه يجي خسران من اليابان فيلاقيهم بيهتفوا له، وابو تريكه كان رايح السعوديه، يروح ابو تريكه قاعد على ركبه ومعيط، ومانويل جوزيه نادي الفرقه من ورا الازاز يسقفوا للجماهير وتاخد لهم روح قويه تخليهم يكسبوا الدوري. هو شاعر بقيمه جماهير الاهلي. أيه. فلما يفتقد الجماهير ممكن رايه سلاح، هو عارف قيمته، نتوقف امام رايه. برضه من الاراء المهمه لمانويل جوزيه قال ان اللعيب المصري او اللاعبين المصريين عندهم موهبه عاليه جدا، بل قال ان هي موهبه خارقه، لكن ما ينقصهم الحقيقه حسب ما اكده مانويل جوزيه الفكر الجماعي. الفكر الجماعي في الملعب وفي التعامل مع وحده الفريق، قال ان ديت بتنقص اللعيبه المصريين كتير داخل الملعب. وشدد المدرب البرتغالي على ان عدم وجود جماهير في المدرجات امر غايه في الخطوره على مستقبل الدوري المصري، مضيفا ان عدم وضع الناشئين تحت ضغوط جماهيريه من الصغر، ودي نقطه بقى شديده الاهميه، مانويل جاي يمسك مشرف على قطاع الناشئين في نادي ما هوش جماهير الحقيقه، نادي وادي دجله، بس لفت الانتباه لجزئيه في منتهى التاثير. انا لما هطلع جيل من اللعيبه زي الحناوي وزي كل العناصر الصاعده الواعده ديت، انت هتعودها ان هي مش هتلعب قدام جماهير بالشكل المدرجات الفاضيه سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، شخصيته بتتكون على عدم وجود جماهير، لما هيفاجئ بعد كده المساله هتبقى لها تاثير. شوف يا استاذ ابراهيم، ودي كانت احد المشاغل اللي بتشغلني انا شخصيا ونقلتها كتير للجنه الكوره، ولجنه الكوره كانت مقتنعه. أيوه. وكانت بتكلف او بتطلب من اجهزه الفريق الاول ان يراعوا هذا الامر. زمان زمان ليه كنا بنعرف لعيبه النادي الاهلي اسم في الناشئين؟ لان كان تحت 18 وتحت 20 بيلعبوا في التتش، بيلعبوا في التتش ماتشاتهم. فكنا بنتفرج عليهم، مش انت بس، والاجهزه الدرجه الاولى بالظبط، وجمهور ما انا لسه جاي لك، واعضاء النادي الاهلي والجماهير. فتبص تلاقي الجماهير عارفينهم واحد صحيح، واخد بالك، وبتشجعهم. واللاعب بيطلع مكتسب شخصيه الدرجه الاولى من احتكاكه في الملعب ده، وعلى فكره بالمناخ ده كتير جدا ما كان لعيبه الدرجه الاولى كابتن خطيب مش عارف مين يعني امثله وكابتن حسام يقعدوا يتفرجوا على ماتش. مثلا وليد صلاح كان الناس تقعد تتفرج عليه، ولذلك تجد ان الخطيب هو بيبطل اداله فانيليتو، عارف مين ده؟ ايوه، من سن 16 سنه عارف مين ده، و18 سنه. فكنا بنطلب هذا الكلام، وكان يقعد احمد مجاهد يحيرك على وليد. طبعا طول النهار كان احمد مجاهد، هو بينسى احمد مجاهد الكلام ده كله، ربنا يفكره. كنا بناخد هذا القرار، لكن اللي كان بيحول دايما دون تطبيق هذه الفكره ان كمان النادي الاهلي ما كانش بيتمرن كل ايام الاسبوع، ما كانش على مرتين. فالضغط على الملعب بتاع الدرجه اللي هو في الجزيره ما كانش بالقوه دي. الحل ايه؟ لازم يتعمل ملعب فرع في نادي الجزيره، في اهل الجزيره. طبعا. علشان تقوم ايه صيانه الملعب، تنقل شويه على الملعب الفرع وترجع على الملعب الرئيسي وتنقل، او انك تاخد اجازات في تدريب الدرجه الاولى
على ملاعب مدينة نصر، بس لابد من عودة مباريات قطاع الناشئين على الأقل في الجزيرة على الأقل. الفريق اللي يلي الدرجة الأولى هيطلع بقى 21، يطلع 20، يطلع 19، الذي يليه على الأقل لازم تتلعب الماتشات دي. ده الرافد المباشر للفريق الأول. طيب مش قادرين نعمل كل ده، أنقي 10 مباريات هي القوية مع تكون حاسمة، يطلع يلعبها في نادي الجزيرة، في أهل الجزيرة، علشان التواصل يتم والضغط والجماهير تتم، وخلي الجمهور يخش يتفرج. أنا دي يعني نصايحي إذا كان لي أن أنصح. رجال الطائرة بيضم 9 لاعبين من الأهلي. الحقيقة ما يتحقق من إنجازات رياضية في الفترة الأخيرة في مسيرة الرياضة. مهندس عدلي عدد في البداية كل اللي بيعمله منتخب الطائرة، الخماسي الحديث، التايكوندو، قبلهم الكاراتيه، يستحق معاها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة كل التهنئة والتحية. لكن كمان إعجابه الشديد بفريق الكرة الطائرة يخلينا نلفت انتباهه وانتباه كل الجماهير هذا الفريق اللي بيحقق هذا الإنجاز، بيضم 9 لاعبين من النادي الأهلي. لا ده الدرجة الأولى، ده غير الفريق الأول بقى. الفريق الأول الحالي يمكن 9 لاعبين دول موجودين في الفريق الأول يا باشمهندس، اللي تم اختياره دلوقتي. أنا بقى يا ريت يجيبوا لنا دلوقتي باتصال مع عاصم السعداني يقولوا له 23 سنة فيها كام لعيب ومين هم، و19 سنة فيها كام لعيب ومين هم. ليه؟ كرة الطائرة في الأهلي. لا عايز أعرف ليه؟ المستقبل. هقول لك ليه؟ المستقبل. أنا اتفرجت على طبعا 19 دي كانت أعتقد في البحرين ما شفناهاش. يعني لو في الكويت البحرين. البحرين إنما أنا شفت ماتشات 23 سنة. ولفت نظري متوسط الأطوال اللي موجودة في فريق 23 سنة. لا ده احنا في شغل محترم جدا تم في اتحاد الكرة الطايرة بقاله مدة من أنماط يعني يمكن 3 4 لعيبة فوق 2 متر. وهم واقفين ما انتش حاسس بإن الفرق اللي قدامهم متفق عليهم في الأطوال. ولذلك المركز الخامس ده والله كان يقدر يحصل أحسن منه لو في بقى الثقة والاحتكاك، لكن هم كل احتكاكهم هم فريق 19 سنة انهم كانوا بيلعبوا بعض. ما عملوش فترة اعداد. فالانماط دي احنا بنشتغل صح. عايز اعرف كام لعيب بقى في النادي الاهلي، عايز اطمن على بكرة. على مستقبل. يا حد والنبي من الاعداد يكلم لنا عاصم السعداني يقول له مين من لعيبة الاهلي وكام لعيب في منتخب 23 وفي منتخب 19 وبلغونا بالتليفون. الفريق الاول كمان للكره الطايره بيضم المنتخب الاول من لعيب الاهلي عبد الله عبد السلام وحسام يوسف واحمد قطب ومحمد معوض وعبد الحليم عبو واحمد سعيد واحمد حماده وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل. هينضموا لعيبه الاهلي لمعسكر المنتخب الوطني يوم 27 اغسطس الحالي استعدادا لكاس الامم الافريقيه. يا باشمهندس 9 لعيبه بتطمنك على النادي الاهلي كرة الطايرة بالذات في الاهلي. لا انا بتكلم ما احنا بنتكلم على تاريخيا لها السند الكبير للمنتخب سواء اولاد او بنات. طبعا طبعا. لا البنات اسطوره. طبعا. انما انت دلوقتي بتتكلم على 9 لعيبه في المنتخب الاول. مؤكد يطمنك على فريق الدرجه الاولى بتاعك مؤكد. لو طلع لك بقى كمان كم واحد من فريق ال 23 ده في الاسماء دي او يضاف الى دول، يبقى انت باذن الله ما عندكش مشكله في المستقبل. ما عندكش مشكله في المستقبل، لكن عندك تاريخ كبير جدا يخلي كل يوم تفتكره ويمر عليك زي النهارده الاهلي حقق فيه فرصه سعاده لجماهيره. اي يوم بص عليه هتلاقي في مثل هذا اليوم بس حضرتك تشاور انت تؤمر، هتلاقي في مثل هذا اليوم الاهلي اسعد جماهيره. لو تاريخيا في نادي اسعد جماهيره زي ما الاهلي عملها تاريخيا مع جماهيره قولوا لنا مين هو. زي النهارده لكن سنه 85 الاهلي فاز على الاسماعيلي 1-0 في نهائي كاس مصر بهدف طارق خليل. نشوفه. تاني لطاهر وترجع لعلي اغا
يا طارق خليل وبيرقص سامع بس وبيرقص وده تاني موسم ليه كان اتنقل للنادي الاهلي من بني سويف الموسم اللي فات ولعب ماتش الزمالك وكسب الاهلي ماتش الزمالك في دور الثمانيه 3-2 طارق خليل اخو علي خليل يجيب الجول الاول للنادي الاهلي تصرف فيها كويس قوي وحسام مسافر جول ويتسلم كاس مصر على موسم 84-85 وكان النادي الاهلي كسبان الكاس الثلاث مواسم اللي فاتوا وجمهور الاهلي سعيد ان الاهلي دلوقتي بيحتفظ لثامن مره ببطوله الدوري والكاس مع بره مع بعض في تاريخ مسابقات الكاس والدوري السنه دي واخد الدوري والكاس ووصل في دور الثمانيه لبطوله افريقيا لانديه ابطال الكؤوس. طيب ده كان نهائي بين الاهلي والاسماعيلي سنه 85. طيب في افريقيا بقى في 2001 في نفس اليوم على شباب بلوزداد الجزائري فاز الاهلي 1-0 احرزه حسام غالي. تعالوا نتذكر. تفكير عميق وادي عربي كمان بيتكلموا في ايه؟ ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. وحسام غالي قدامنا اهو شوف الارقام اللي بتبقى قريبة بتبقى حلوة واتلعبت له وعالية وعالية جول 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 على طول رقم 13 حسام غالي يا ولد يا ولد يا ولد حسام غالي حط الهدف اللي جه في وقته جدا 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 هدف جه في توقيت رباني جميل جدا جدا في الدقيقة 30 يحط حسام غالي النجم التالي بعد وائل رياض الهدف الجميل وطبعا دي متدربين عليها لو شفناها مرة تانية هنلاقي بيعملوا كروسات داخل منطقة 18 وعلى طول حسام غالي يحط هدف غالي جدا جدا في الدقيقة 30 عشان يتقدم النادي الاهلي بالدقيقة 30 من الشوط الأول بهدف جميل هنتفرج بقى على النادي الاهلي دلوقتي أهو شوف حضراتكم هدف جميل 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 واحد بيقول هو إيه اللي حصل اللعيبة كابتن محمود بكر كان الله يرحمه كابتن بكر يا باشمهندس جاب سيرة غالي راح جابه لا لا ما له حاجات تاريخيه يعني عنده حس عالي فاكر ماتش كولومبيا وقال لك عايز يخطفها منه ميلا هجيت وهو حارس المرمى قال لك انا حاسس انه ميلا الثعلب الكاميروني بيرقد له على حاجه بيرقد له على حاجه بعديها بدقيقه واحده خطف منه الكوره دي بقى قيمه المعلق لما يبقى راجل لعيب كوره وعنده هي موهبه طبعا وعنده السنس وعنده حاسه العالية جدا الحاسة عالية بحيث انه يقدر يتوقع راجل اتكلم على حسام غالي حسام غالي وقتها كان عنده 19 سنة وكان دي بداية انطلاقه بداية انطلاقة كبيرة جدا مانويل جوزيه كان في الجهاز ده معاه كابتن مختار مختار وكابتن حسام البدري في اول تجربة لمانويل جوزيه مع النادي الاهلي لكن كمان تجارب مانويل جوزيه مع النادي الاهلي صنعت جيل كبير جدا طاح في كل الدنيا عمل كل حاجة في افريقيا في 2006 26 اغسطس 2006 فاز الاهلي على اشانتي كوتوكو الغاني 4-0 كان في دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا سجلها ابو تريكا ومحمد شاوي واسامه حسني وامادو فلافيو نفتكرهم هذه اللغز ده لازم حد من خط الظهر يكمل ومرقوله ثانيه وثانيه تظهر انفراد وانفراد هو جول بقى هوبا جول يلا جول يلا وضربه جزاء ضربه جزاء صحيحه 100% هنشوف الحكم ادى ايه ادى ايه ضربه جزاء باينه ماسك رجله وضربه جزاء بيركز حطها يلا جول جميل جول جميل ابو تريكا الامل كله على الراجل ده العائد من الاصابه والكلام زي ما قلت لحضراتكم كله
شايفين الرياكشن ورد الفعل بتاع الجهاز الفني والاحتياطي للنادي الاهلي، وشايفين عماد متعب موجود اهو من ضمن البدلاء، كله بيتكلم عن اسامه حسن مره والثانيه. اسامه ابو تريكه اخده حلو، ابو تريكه بيعدي وبيلعب على امام البيت وعطيه جول، يلا جول يلا. جول جميل جميل يا شوقي، جول جميل، ويسجل الهدف الثاني. 2 النادي الاهلي 0 كوتوكو في اول 10 دقائق. وينزل بيها عصام ويلعبها عاليه مباشره، سقط نفسه فلافيو عشان يلمس، لمسها فلافيو بدماغه ثاني، لمس حلو راح هو جول ابو تريكه مره ثانيه، هو بقول هو بقول يلا جول يلا. على الجول الجميل، على الجول الجميل، 1+1=2. نصب السيرك النادي الاهلي، نصب السيرك، اداء رائع جدا. هجوم، شوف ابو تريكه بيعمل ايه، شوف ابو تريكه بيعمل ايه، شوف اسامه حسني بيعمل ايه، مهاره مهاره فرديه عاليه. ابو تريكه في الضغط في ظهر الاثنين المدافعين، خلاص الاثنين المدافعين جم عليه وجسمه مش معدول، يقدر يلمسها لمسها صح، ضرب الاثنين المدافعين لعبها في ظهرهم في المساحه اللي جاي فيها بوشه اسامه حسني، يحطها من لمسه واحده، مفيش اجمل من كده. جميله جميله حلوه. ماشي اسلام، عدى اسلام وبيلعب واحده طويله، نقل نفسه نفس الكره الطويله، هي برضه هي برضه، يلا جول يرجع، يلا 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 يلا. هي دي هي دي يا جماعه، الاجوال ورا بعضها، جول ورا الثاني ورا الثالث، نفس اللعبه. ايه ده، ده فريق ايطاليا، ده منتخب ايطاليا اللي بيلعب. السرعه، شوف اللونج باس بتعمل ازاي. اسامه حسن المره دي ما راحش في التسلل، رايح واخد المدافع معاه، صعب يلعبها، لكن لامح شايف مين اللي في ظهره، شايف فلافيو عملها له بكعب رجله، فلافيو لقاها سهله حلوه، حطها بشكل جميل جدا. والهدف الرابع، سيرك، نصبوا السيرك النادي الاهلي، مفيش كلام مفيش كلام. بنلعب في الدقيقه 19، يعني من الدقيقه 8 للدقيقه 19 اربع تجوال ورا بعض، اربع تجوال. يعني في مثل هذا اليوم اتمتعنا كلنا كتير في مناسبات عديده، ده في الدقيقة من الدقيقة 8 للدقيقة 19 الأربع تجوان. بس شوف الجون الرابع معمول ازاي، أسامة حسني، يعني أسامة حسني ده اللي راح في دربكة النجوم العباقرة، كان الزحمة. هو لو موجود اليومين دول كان بقى مهاجم مصر الأول. صحيح، مهاجم مصر. شوف ربطه مع أبو تريكة في الجون، في جون أسامة، وشوف هو بالرجل مع فلافيو. لا لا كان هداف عالي جدا، لكن وجود ابو تريكه وبركاته بتاع راح في الزحمه ومتعب ومش عارف ايه، لكن هداف من الطراز الفريد. صحيح. طيب تعالوا بقى في الحاجات اللي انتوا ايه ما بتنسوهاش في مثل هذا اليوم ايضا. في فاز النادي الاهلي في 2008 في ماتش السوبر على الزمالك 2-0 جولين ولا اروع، احمد حسن المعتز باللاقينه. عبد الواحد قاعد القعده بتاعت يعني اخرتها ايه؟ يقول كده يعني، كان وقتها الاهلي على طول على طول. بس شفت التناغم، شفت الجون فلافيو بيعمله ازاي، واحمد حسن بيكملها ازاي. والله كان نفسي احمد حسن ده بطل في الاهلي، كان نفسي. ما علينا. في اي يوم برضه، في اي يوم زي النهارده من اي يوم، الاهلي كسب الزمالك. بس اخر حاجه برضه في السوبر كان في 28 أغسطس 2003، الأهلي فاز على الزمالك 3-1 في ركلات الترجيح، أديكوا شايفينها. ده كان في كأس السوبر المصري، المباراة كانت انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكانت أول بطولة سوبر مصري يحققها النادي الأهلي. خلي بالك البطولة دي 2003 اللي الوقت الاهلي ما كانش بيكسب بيه، فكان كسب الكاس ولعب الصوره. الزمالك كان خد الدوري والاهلي خد الكاس وخد السوبر. ايوه اللي بيقول لك السنوات العجاف. ايوه ها في القايم. لا يعني دي مصنفه من 2000 ها ل 2004. السنوات العجاف ازاي وانا كسبان سوبر وكاس، وفي 2001
انا كسبان ثلاث بطولات افريقيه. عموما دي كانت جوله سريعه بطولتين زي النهارده من كام سنه استمتعنا فيها مع حضراتكم ببعض الاهداف اللي اعتقد ما زالت الجماهير فاكراها بشكل كويس لان معظمها اهداف جابت بطولات ورفعت كؤوس. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل الاهلي بين تدعيم القوه وقوه التدعيم، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بين تدعيم القوه وقوه التدعيم. الاهلي انهى الموسم اللي فات افضل فريق في المسابقه، بل انه من سنوات طويله ما عملش هذا الانجاز، انه يوصل للنقطه 80، انه ينهي الموسم بلا هزيمه، انه يجيب الدوري والكاس مع بعض، دي كانت المره السابعه. لكن كمان انه الكابتن حسام البدري يستمر، هو من المدربين القلائل اللي استمروا هو وحسام حسام حسن، يكاد يكون مفيش غيرهم على فكره. بين ال 18 مدرب في الدوري الممتاز في الموسم الجديد اللي استمروا من الموسم الماضي. ففي قوه كتيره جدا للاهلي استمرت مع الفريق من عناصر تكوينه، لكن كمان في تدعيم لهذه القوه، في عناصر خرجت صحيح قد تختصر بعض اسباب القوه، لكن وجود عناصر قويه دعمت صفوف الفريق بيخلينا لازم نتوقف في هذه المرحله ما بين ايه الخلطه اللي موجوده، ايه القوه اللي كانت قائمه للاهلي وميزته وتوجته، وايه العناصر اللي دعم بيها هذه القوه. يا باشمهندس رؤيتك في الاول ايه؟ رؤيتي لما تشوف كل الخطوط، الاول نبتدي نقول مين خرج. في الجون، في حراس المرمى مشي الحارس رقم 4 اللي هو مسعد عوض. مسعد عوض اللي راح سموحه. طيب من فضلكم الصوت يا جماعه، من فضلكم، احنا اسفين ان نضطر على الهواء نقول هذا الكلام. اتفضل يا باشمهندس. مش عارفين نتكلم. فمسعد عوض خرج. اتصعد مكانه احد ناشئي النادي الاهلي وهو حارس واعد، ارجو ان يدركوا التوفيق. اذا حراسه المرمى تبقى كما هي. عندك الكابتن اكرامي، عندك الكابتن احمد عادل، عندك كابتن شناوي مع احد الناشئين، لان في كلام ان الحارس اللي صعد برضه هيعار. طيب خط الظهر ابرز الغيابات، او مش ابرز الغيابات، يكاد يكون الغياب الوحيد ولكنه غياب مؤثر جدا، احمد حجازي. ومن ساعه ما طلع احمد حجازي والناس ما بتتكلمش غير في الموضوع ده. هتجيبوا مين بداله؟ لحد دلوقتي ما جاش حد، واحنا اتكلمنا على مواصفات اللاعب اللي لازم يجي مكانه عشان نحتفظ بصلابه خط الظهر. لكن أضيف إلى خط الظهر أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق ونادي سموحة، اللي في صفقة انتقال حر بيلعب في مكانين، ناحية الشمال وبرضه لعب أحيانا في قلب الدفاع. أي لاعب جيد. أي وابن النادي الأهلي وفي صفقة انتقال حر. تمام. إذا لسه في علامة استفهام هل هيتأثر خط الظهر؟ الحقيقة إن الثلاثي الباقي إذا لم نتعرض لإصابات أو غيابات يشيلوا الموسم على أعلى ما يكون. سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب. وإذا تصعد معاهم ربنا يحفظهم من الإصابة بس. ما أنا بقول. إذا ما يعني إذا ربنا حفظهم من الإصابة والغيابات. أعتقد عضل كان عنصر مدافع صعب ومصاب. إنك أنت يعني عضل أو غير عضل. انك انت تشوف حد من الناشئين يقدر يطلع. انا شفت ناس تحت 18 سنه اطوال واجسام كويسه جدا. وفي عنصر منهم الاهلي بيبحث اعارته للمصري كريم. يعني في ناس على اي حال. يبقى ادي خط الظهر، لكن خط الوسط المدافع والمهاجم خرج منه كابتن حسام غالي، ما خرجش حد تاني مش كده؟ وجاء
هشام محمد. محمد اعتقد ان خبره حسام غالي ها يعوضها ايضا، ما هوش مش لعيب صعب. حيويه هشام، حيويه هشام وخبرته ايضا. ايوه ونضجه. اه هو لاعب ناضج يستطيع مع عبد الله السعيد انه والسلية وحسام عاشور خط ده ما فيش فيه اي مشاكل لا دفاعيا ولا هجوميا مع ندفن. خط بقى الوسط المهاجم بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. تعمل فرقه خرج من عندك اربعه، خرج عمرو جمال اعاره لبنفيكا جنوب افريقيا وكل بالي للهروب. لكن دخل لك مين بقى؟ واعتقد بس لسه ميدو جابر اعتقد ما زال موجود. ما تمتش اعارته لسه. لكن جالك احمد الشيخ. جالك وليد ازارو. جالك الشيخ يا ترك الصلاه. جالك وليد ازارو. جالك احمد الشيخ. مع مؤمن زكريا واجايي. ووليد سليمان. وليد سليمان وندفن. مؤمن زكريا؟ لا ما انا قلت مؤمن زكريا. وليد سليمان و انت عندك عبد الله السعيد وصالح جمعه. واخد بالك؟ وعندك وليد وحمودي. سليمان وحمودي. حمودي وميدو. وميدو جاب. بسم الله ما شاء الله. ومرونه هذا الخط انه يقدر يدعم انه يؤدي دور المهاجم. صحيح. يعني انت عندك اجايب بسهوله جدا لما بينتقل بيبقى شادو او ظل مهاجم بيبقى ناجح جدا يعني. فازاره ويرجع لك مروان محسن. أيوة. مع عماد متعب. ايوه ما عندكش باذن الله مشاكل مع استمرار احمد ياسر ريان كعنصر صاعد. ما احنا لسه هنقول بقى. طلع لك بقى احمد ياسر ريان، فوزي الحناوي بنسمع ان هو هيعار للاتحاد، قطاع الناشئين عامر بان هو يدي لك عناصر واعده يعني. فاذا فريق النادي الاهلي بشكل كبير مطمئن لو استطعت ان كمان تدعمه بالمدافع بمواصفات تقترب من احمد حجازي يبقى انت ما عندكش اي مشكله، ويبقى انت تلاعب اللي انت عايزه بقى. لان انت المفروض الغالبيه العظمى من لعيبتك في منتخب مصر. فانت لما تلاعب اي فريق مش هيكون بقوه منتخب مصر. ايوه فانت منتخب مصر بالظبط. بس دي اطلالة على حركة الانتقالات دخولا وخروجا. اطلالة بنحاول نطمن بيها نفسنا والجماهير. ايه اللي خرج وايه اللي دخل؟ ازاي تم تدعيم قوة الفريق؟ وايه العناصر القوية اللي تم الاحتفاظ بيها؟ لكن الاهلي اللي كان انهى الموسم زي ما كلكم عارفين ب 84 نقطة. الدوري انهاه ب 84 نقطة، لعب فيه 34 مباراة، فاز في 25، اتعادل في 9 مباريات، وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يهزم. سجل 62 هدف واستقبل 14 هدف، وشريف إكرامي سجل رقم قياسي في عدد مرات الشباك النظيفة. ده الفريق بهذه القوة وبهذا الحصاد الكبير جدا في الموسم الماضي، تتوقع يقدر يعمل ده في الموسم الجديد ولا بقيه الانديه؟ يعني خليني اقول لك مبدئيا، الزمالك جاب لك نبوشه اللي بيوصف بانه قاهر الاهلي على اساس انه كسب الاهلي مرتين مع الفيصلي. شوف توقعك ايه؟ توقع انه مدرب كويس، تجربته قدامنا انه هو مدرب قارئ جيد للمباريات، صاحب شخصيه مش بطاله مع اللعيبه. ففي كل الاحوال انت لا يجب ان تتهاون او تاخذ الامور ببساطه. الزمالك انت امام فريق غامض، جاب فرقة كبيرة، جاي فرقة جديدة بالكامل. صحيح. حوالي 18 لاعب ومدرب جديد 22 لاعب. جديد 22 بيقول لي قادر الصوم راسه كده خالد. فانت عندك فريق كامل جديد. خرج منه شيكابالا ومصطفى فتحي. خروج مؤثر طبعا. الاثنين لعيبة كبار يعني. وانما انت في غموض يعني. ما تقدرش تقول الفريق ده هيعمل ايه. طبعا لعبوا ماتش ودي لا يمكن القياس عليه، اول ماتش ودي 22 بيقابلوا بعض، يمكن مش حافظين اسماء بعض لسه يعني. قدام الطلائع ولا حرس الحدود. حرس الحدود. حرس الحدود وخسر 3-1. مش معيار. مباراة تجريبية.
مش بس تجريبيه لسه دي مرحله. اما وبعدين عندهم ميزه مش هتتوجد عند النادي الاهلي، فتره الاعداد يكاد يكون بالكامل. ايوه يعني انت لما تشوف هتلاقي طارق حامد بس اللي في المنتخب والشناوي. علي جبر اصيب فهو كده كده مش موجود. فانت طبعا اداء فريق غامض ما تقدرش تقيسه، فخلي قياسك بالنسبه لنفسك. انت لو هتحتفظ بالجماعيه والحيويه والانضباط والحماس والروح، يا سلام لو عادت الجماهير. هيبقى 100 100. يا سلام لو عادت الجماهير. قول لي بقى ايه اللي يمنع عوده الجماهير؟ الجماهير. ما هو احنا بنتكلم المدرجات للجماهير طبعا. الاهلي صنعه دفء جماهيره، مؤازره جماهيره، مسانده جماهيره، فعايزين الجماهير ترجع على الكتالوج. نرجع تاني والله يا جماعه لما بنقول الكتالوج، كتالوج الاهلي مش تشبثا يعني تشبث المراهقين بالماضي، ما هو كتالوج ناجح نغيره ليه؟ نرجع زي زمان نشجع بالطريقه هي مش عايز حد في دماغ المشجعين الجمال المبدعين، ضيفوا من ابداعكم نقط ايجابيه ما عملهاش اللي قبليكم، لكن تمسكوا بعناصر القوة اللي كانت عند جمهور الأهلي بالذات اللي خد أحسن جمهور في أفريقيا أكتر من مرة، والناس كانت عاملة حسابه الأهلي يفتقدكم. ارجعوا بقى وانسوا كل حاجة غير الملعب وفريقكم، مالكوش دعوة بأي حاجة تاني. لازم هترجعوا. طب البطولة العربية اتجربت والجمهور دخل، كانت تجربة ناجحة. يا رب تكمل كده. ما انا بقول لك دي مؤشرات ناجحة. لا حصل شوية حاجات. حصل شوية حاجات اتكسرت. بص ساعات بتتكسر مش نتيجة شغب. في سلوك في التشجيع ان الشاب يقف على الكرسي ويتنطط. طيب ما ده بيكسر الكرسي، لازم يفهم بقى عنده ثقافة ان حرام ان انت تدفع 50 جنيه في تذكرة وتكسر كرسي ب 500 جنيه. ما ينفعش الكلام ده. يعني لازم نفكر شوية ان اي مليم بيتحط ده من عرقنا احنا ومن مصر اللي ما تتحملش خسائر بلا مبرر. من عناصر القوة اللي انا هقول لكم العناصر المستمرة عشان تبقوا عارفين الاهلي داخل السيزون الجديد شكله عامل ازاي. بيحتفظ بشريف اكرامي اللي لعب 30 مباراة الموسم الماضي من اجمالي او باجمالي 2700 دقيقه طوال الموسم. سعد سمير ايضا قلب الدفاع الاساسي اللي لعب 2625 مباراه في 30 دقيقه في 30 مباراه 2625 دقيقه. احمد فتحي اللي لعب 2430 دقيقه في 27 مباراه. وعبد الله السعيد لعب 28 مباراه. وعلي معلول، علي معلول كان في اتجاه للاستغناء عنه او لتنفيذ بعض العروض بيعه. ده جدول لمشاركات لاعبي الاهلي بالدقائق حضراتكم عشان تشوفوا الموسم اللي الاهلي حققه عدد الدقائق بالظبط اللي لعبها كل لاعب في كام مباراه على مدار الدوري يا باشمهندس. على فكره في ميزه برضو. أيوة. ان الناس بتقول لك الصفقات، ما هو انت محتفظ بقوام الفريق المتجانس الذي يحقق ايوه الانجازات. اقوى صفقه ان انا احتفظت بقوت. ما احتفظت بقوت، دخلت 5 6 صفقات كويس مش اكتر من كده. وصفقات الحقيقه انا شايفها كلها هتكون مؤثره وايجابيه يعني. ايوه مش عايزين فكره ان احنا مش داخلين صراع صفقات. فاضل صفقه واحده نجيب مدافع محلي. بقى على فكره انا بترشح لي ناس وبشوف حاجات في دوري الدرجه الثانيه حاجات هايله جدا. والله ممكن طب بترشح لك بتبلغ حد بيها؟ بتبلغ تمام. اكثر اللاعبين مشاركه كانوا شريف اكرام وسعد سمير ووليد سليمان ب 30 مباراه، مؤمن زكريا 29 مباراه، عبد الله السعيد 28 مباراه، واحمد فتحي 27 مباراه. وهنا اقف عند مؤمن زكريا. لما يكون عنده 29 مباراه خلال الموسم ويكون لاعب مؤثر الحقيقه ب 1576 دقيقة وبره المنتخب يا باشمهندس، يمكن حسام
مين؟ مؤمن زكريا. مؤمن. كان له حوار في الأخبار يوم الجمعة، يعني قال لك أموت وأعرف أنا استبعدوني من المنتخب ليه. شوف، قد يكون هو ضحية الأزمة اللي حصلت مع لا 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 لا، سيبك من الكلام ده، عيب. هو أزمة إيه؟ يعني نقعد بقى نقول أزمة يعني إيه؟ هو ما يصحش لو ده تفكير حد في المنتخب يبقى غلط. إنما إيه؟ هو ممكن يكون في أدوار للعيبة تانية، رمضان صبحي ولا تريزيجيه ولا الشيخ دخل. ممكن يكون في أدوار. خلي بالك كمان إن الراجل ده كوبر، يعني في الآخر خالص دخلت خرجت هو عارف هيلاعب مين. أقول لك يكاد يكون المنتخب اللي لعب في الجابون هو اللي هيلعب، ما عدا المصابين منهم مروان وعلي جاب. أيه. بس لكن هو ما بيغيرش كتير، يعني هو بيدخل ناس ممكن عشان ياخدوا الروح معاه ويمكن يحتاج لهم. يعني دلوقتي مثلا علي جابر اتعوض، جاب عزة، ما اتصورش ان هو هيلعب عزة. انما جايبه اهو موجود، اذا احتاج له اولا، واذا ما احتاجلوش يبقى بيربي كادر جديد ممكن في المستقبل يبقى لعيب دولي يحتاجه. هو دلوقتي الحرس القديم انا رايي، لكن مؤمن زكريا ما كان في الحرس القديم. ما اعرفش، انا مؤمن زكريا ده لعيب حتى مظلوم مع النادي الاهلي من قطاع من الجماهير. انا شايف لعيب مهم جدا جدا، لعيب مؤثر قوي تكتيكيا، بيديك دفاعا وهجوما اللي انت عايزه. مساند، مساند بيعمل اسيست، بيعمل اسيست كمان، عنده حس انه يقف فين ويجيب جون ازاي. واحد من اهم هداف النادي الاهلي. فارجو انه الراجل ده يعني يجد حظه في المنتخب باذن الله. الموسم الماضي الحقيقه كانت الظاهره انه الشادو سترايكرز هم الهدافين، اللي هو مهاجم الظل اللي جاي ورا راس الحربه، قوه الاهلي في منطقه الظل الهجوميه، المنطقه اللي ورا راس الحربه. كان عنده راس حربة أساسي في بعض المباريات كوليبالي لغاية لما هرب. عايز أسألك، الأنباء اللي بتتواتر على أنه كوليبالي عايز يرجع، مؤكد ندمان؟ مؤكد ندمان. ومؤكد أنه مش هيرجع. ومؤكد أنه مش هيرجع. شوف، أنا أتمنى أن أعتبر نفسي كنت في حلم وصحيت والهروب ده ما حصلش، ولقيته لسه بيتشقلب، ولقيته لسه، لان انا لما شفت روحه وشفت امكانياته وشفت مهاراته. لكن قلت ايه ده المهاجم القلبي ده اللي ده احنا لقينا ضلتنا اخيرا. والله بيني وبين نفسي قلت هيعدي في لافيو. لكن لما شفت لقمه في اخر ماتشين في افريقيا والاهداف السهله اللي ضيعها اللي اتفسرت بالهروب بقى. ما كانش بيلعب في النادي الاهلي ساعتها، كان جسمه بس اللي موجود في الملعب. كل تخطيطه انه يمشي. طب لم يحقق شيء، ويرجع دور على الوكيل بتاعه. حقق معاه، مين اللي قال للولد ده وسهل له انه يمشي؟ واداله الكتالوج اللي حصل قبل كده. وقال له ما انت لو قلت انا مضطهد زي مش عارف مين هتاخد شهاده انتقال دوليه وهتلعب. قاعد ما بيلعبش، مش لاقي نادي. ومتصور وصوره لاعب الشهر بلاير اوف ذا مان فوق دماغه كده وشايل. انت مضطهد وانت لاعب الشهر. ايه الاضطهاد الجميل ده؟ طيب، عانينا بفتره عدم وجود راس حربه اساسي بعد غياب كوليبالي، ودي نقطة تحسب لحسام. يعني ده خلى، دي مش نقطة تحسب لحسام انك تعوضها بشكل سترايكر. خلى المهاجمين اللي جايين من تحت هم الهدافين. يعني هداف الاهلي في الموسم الماضي عبد الله سعيد ب 10 تجوان، وليد سليمان 9، مؤمن زكريا 8، جونيور اجاييه ايضا 8، وسليمان كوليبالي لغاية لما هرب ب 6، وسعد سمير المدافع ب 4، وصالح جمعة ب 4، وميدو جابر كان عنده هدفين، واحمد حمودي هدف. كلهم ما بين مدافعين او لعيبه جايه من تحت. ما هو دي الجون بيجي بلعب جماعي وتكتيكي. ايوه. ودي لازم يا جماعه نحسبها للمدرب او للكوتش. لانه دي مش صدفه ان كل شادو سترايكرز هم اهداف الفريق.
وان الاثنين رؤوس الحربة او الثلاثة رؤوس الحربة اللي جايب جون واللي جايب جولين. لانه كان لهم ادوار تكتيكية. ان هو ياخد المدافعين في العمق يوسع يتحرك حركات الكروس اللي بيعملوها دي مع بعض عشان يفضي الملعب لغيره. لا الاهلي الاهلي كسب الدوري والكاس باربعة اتنين تلاتة واحد. واخد بالك؟ بدا الكلام دلوقتي انه كابتن حسام البدري قال ربما افكر في تعديل طريقه اللعب. ده المدرب الحصيف. اه. اللي لازم من غير ما حد يقول له بقى. اه. عنده مهارات كتيره جدا. أيوه. هتعمل فيها ايه؟ اه. ما ينفعش ده على الاحتياطي طول على طول لده وبتاع والا هنفقد. ايوه. استثمارات. ايوه. استثمارات فنيه مش أيوه. بس ماديه. ايوه. عندنا ناس مش هنعرف نستغلها الاستغلال الامثل. عندنا اصوات جميله اعمل لهم غنوه جماعيه بس. الاهلي احتسبت له 8 ضربات جزاء في الدوري سجل منها 6 ضيع 2 مؤمن زكريا وعبد الله السعيد قدام الاتحاد في الدور الاول اللي انتهى 2-2 وسجل للاهلي عبد الله السعيد علي معلول عبد الله سجل 4 ضربات جزاء وعلي معلول سجل واحده ووليد سجل ضربه. الاهلي كمان احتسبت عليه 5 ضربات جزاء مصطفى جلال وادي دجله واحمد الشيخ المقصه والسيد فريد سموحه وضاعت 2 لاحمد الشيخ المقصه واحمد عيد عبد الملك طلايع الجيش. شهد الدوري هذا الموسم فوز الاهلي على الزمالك رايح جاي لتصبح المره الثالثه في تاريخ الدوري في مواجهات الفريقين بينما فعلها الزمالك مرتين فقط يعني حتى في مرات الفوز رايح جاي 6 يا باشمهندس. يا سيدي اي حاجه هتتكلم فيها في الكوره الاهلي صعب الرقم القياسي فيه. اي حاجه هتتكلم فيها في الكوره. بس وهو اللي يكسر الرقم وهو اللي يعدل الرقم هو بيتحدى نفسه. الحمد لله ديمها نعمه يا رب باذن الله تعالى. اذا عشان تطمنوا كل اسباب القوه اللي حضراتكم شايفينها وعشتوها وبنفكركم بيها لا الاهلي دعمها واضاف اليها وعززها عشان تستمر بإذن الله تعالى بما هو أقوى وباللي نطمنكم بيه على مسيرة الفريق اللي فاز بالدوري وفاز بكاس مصر في الكاس فاز بكل مبارياته بدأها على الألومنيوم 6-0 وعلى الداخلية 2-1 وعلى دجلة 4-1 وعلى سموحة 4-0 والمباراة النهائية المثيرة كانت على المصري 2-1 عشان يحقق الأهلي هذه الثنائية الكبيرة جدا. مشاركات أبطال الدوري والكاس في مسابقة الكاس حسام عاشور لعب في الكاس 455 دقيقة يعني في 5 مباريات رامي ربيعة لعب 4 مباريات كان فيهم 290 دقيقة علي معلول أيضا لعب 4 مباريات كان فيهم 290 دقيقة ومحمد نجيب لعب 4 مباريات فيهم 290 دقيقة ثم مؤمن زكريا ثم صالح جمعة دي القائمة بتاعت عدد مشاركات ودقائق لعيب الأهلي 390 رامي ربيعة 390 علي معلول 390 محمد نجيب ثم 328 مؤمن زكريا ونفس الرصيد لصالح جمعة وجونيور أجاييه ثم بقية القائمة دي مشاركة لعيب الأهلي بالدقيقة في كاس مصر يا باشمهندس ويتصدر القائمة حسام عاشور اللي رجع للمنتخب. حسام عاشور لاعب بيسجل ارقام قياسيه عاليه جدا خلي بالك لعب دقيقه خلي بالك اه عنده دقيقه في كاس مصر اه اول ظهور له الناس شافت أول شكله اول لحظه شافته في اخر دقيقه وبعده قال لك منزله دقيقه يعمل ايه عشان تتعرفوا عليه اديكم شفتوه هو ده ايوه في كاس مصر برضو عماد متعب كان له بصمه مؤثره وانا بقول كده علشان نتوقف مع المهندس عدلي عند دور عماد متعب اللي جاي بقى. عماد متعب في كاس مصر سجل 4 اهداف وعمر جمال سجل 4 وصالح جمعه سجل 3 ومؤمن زكريا سجل هدفين زي وليد سليمان وسجل جون واحد احمد فتحي واجايي وحسام غالي. عمر جمال الى بيدفست الجنوب افريقي معارا حسام غالي الكابيتانو الرائع والنجم الكبير للنادي الاهلي مع النصر السعودي انتقال نهائي لكن حسام سافر وعنده امل ورغبه وحلم انه يبطل في الاهلي. ربنا يوفقه وماشي كويس قوي
واخد وضعه كويس قوي، نزلوه كابتن الفريق. حسام قيمه ما شاء الله. انت هتعمل واحد زي حسام غالي ازاي؟ صعبه. واحد زي عماد متعب ازاي؟ لا صعبه، لكن هي طيب. يعني عايز اقول خليني اقف معاك عند متعب. حسام يعني خلاص الراجل ربنا يوفقه مع النصر ويرجع لنا في احسن حاله، بس عماد متعب، بص انا قريت تصريح عماد متعب. اذا كان فعلا صدر عنه وهو صادق فيه، انا متفائل الموسم القادم بعماد متعب بدوره. قال لك ايه بقى؟ ربما كتبت بطريقه انها اتقالت بغضب. سيبك بقى اتكتبت ازاي. ايوه، انما هو قال انا هتمرن بمنتهى القوه ومنتهى التركيز ومنتهى القسوه، ان شاء الله اضطر اتمرن 4 مرات في اليوم عشان مش عايز ادي لحد حجه انه قعدني. وهذا هو التحدي المطلوب من لاعب كبير، لا ينقصه لا الخبره ولا الفنيات ولا القيمه ولا القدره ولا الموهبه ولا الشعبيه، ما ينقصوش حاجه. غير ان في ناس بتقول ما يقدرش يجري بالسرعات الواجبه، ما يقدرش يلتحم بالقوه الواجبه، ما يقدرش يلعب عدد دقائق باستمرار بنفس القوه. فقال لهم لا، مش هي دي، سيبوها لنا بقى. ايوه، اذا لو سبناها لك انت وعملتها هتخش منتخب مصر وتلعب كاس العالم باذن الله. عماد متعب ككابتن وفي الحاله دي وقائد، لا في الحاله دي بقى. يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا اهم صفقات الموسم بالظبط، واحد تقريبا دوره ما كانش ناشط، مش معتمد عليه الى واحد بيتحدى نفسه عشان يفرض نفسه. اذا فرض نفسه عماد متعب على قائمة الاهلي سيفرض نفسه على قائمة المنتخب ويكون قائد المنتخب في كأس العالم. كأس العالم. فيبقى لعب الاولمبياد. ده دافع كبير. شوف انا بكلمه بغششه. ده دافع كبير. يبقى لعب دورة اولمبية. طبعا. ومحدش عمل كده. طبعا. لعب كأس العالم. طبعا. ومحدش عمل كده. طبعا. اذا عماد متعب قدامه فرصة يعني تاريخية. عمل كده انه لعب الاثنين. عماد بموهبته، عماد بقيمته، عماد بشخصيته، هي سنة عماد بأخلاقه، عماد بأهلويته العالية قوي، عنده فرصة إن شاء الله في الموسم الجديد. لأنه أنا أكتر حاجة كانت بتضايقني الحقيقة إنه كان يقيم عماد متعب لما الناس تطالب بفرصة، تطالب بعماد كحاجة تاريخية، تطالب بعماد النموذج الكويس. لا، عشان كده أنا بقول لك. إنما لا، عماد يستطيع إنه يكون المهاجم الأساسي. عماد متعب يصنع عماد متعب. خلاص؟ ما ينقصوش حاجه، يعني انت مش هتوشوش تقول له بس صلح العده، بس اعمل مش عارف ايه. بالعكس، هو لو فت هيبتكر لك حلول اللي كان بيعملها بقى مع جماعيه. بيعملها مع فلافيو، بيعملها مع بوتريكا، هيدي لك حلول تكتيكيه مش موجوده في الملعب دلوقتي. ما يقدرش كان يعملها لا عمرو جمال ولا مروان. يقدر يعملها هو. اذا انت عماد متعب لو عارف يعمل يعتبر عماد متعب انه في مهمه استثنائيه في بلد اخرى اسمها جمهوريه مصر العربيه المتحده، بعرض هيحترف فيها من جديد. عنده عرض من الاهلي، عنده عرض من مصر مش من الاهلي. انا بقول له العب كاس العالم. شوف انا بقول له ايه بقى، العب كاس العالم، لانك لو عرفت تفرض نفسك بالطريقه اللي بتقولها دي، هو ده المطلوب، هو ده التحدي. وعنده يقدر، ما هو يقدر، هي عايزة تضحية منه. تضحية طبعا. لانه بقى هيعمل ايه؟ لا هيغير نمط الحياة بتاعه كله، مش هيفكر غير انه يلعب كرة السنة دي. مش هيفكر في حاجة تانية. طيب، احنا بدأنا الموسم المرة اللي فاتت بمباراة السوبر. خسر الاهلي السوبر من الزمالك بضربات الترجيح، لكن هذا العام الاهلي او هذا الموسم الاهلي يا باشمهندس سوف يستهل. يمكن لغايه دلوقتي سالت الحاج عامر حسين على مباراه السوبر، لغايه دلوقتي ما تمش تثبيتها. استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن الراعي لاتحاد الكوره والمعنيه بمباراه السوبر قال لي ان عنده عروض عربيه لاقامه السوبر في السعوديه او في الامارات، الاهلي والمصري، واقامتها
ممكن يحولها إلى مناسبة تانية خالص فيها درجة برضو من الدوافع الإضافية. لكن هتقام برا مصر؟ هتقام برا مصر. إمتى؟ لغاية دلوقتي ما تمش تثبيتها. زي ما بدأنا الموسم اللي فات السوبر برا مصر، هنبدأ الموسم الحالي قد يتم وضع مباراة السوبر لما بدأناش المصري. السوبر برا مصر احنا بدأناه بعد العودة الشتوية. أيوة. بعد كاس، بقولك كاس افريقيا. لا بس كلقب، يعني مش استهلال موسم، كلقب يمنح لأول أول لقب يتوزع في الموسم السوبر، هيبقى بين الدورين. السنة دي غالبا هيبقى نفس النظام، السوبر بين الدورين، يعني أول كاس يترفع في الموسم الجديد يبقى السوبر. هل أنت شايف لو الأهلي والمصري هيلعبوا هل يكون بره مصر ولا في مصر؟ ما خلاص هي بقت هي بطولة كلها تجارية أصلا. أيوة. بطولة السوبر دي وكانت جوائزها ضعيفة جدا، دي كانت 250 ألف جنيه ثم ابتدت تزيد تبقى بشكل معقول. أرجو أنها تزيد السنة دي، لأن المليون جنيه ما بقتش حاجة دلوقتي. أي. فالنهاردة لازم تزيد البطولة دي، عم تعملها لي برا مصر زودها شوية واعملها وما فيش مشكلة. يعني ما بطولة، طب ما هو البطولة السوبر الإماراتي اتلعبت فين؟ في مصر. في مصر. طيب. والجديد جاي مصر برضه. يعني فكرة السوبر المهاجر فكرة ده. حلوة. اولا تخلي العرب يتواصلوا ويشوفوا بعض ويشوفوا، يعني بتبقى مناسبه حلوه. في مباراه السوبر الاهلي والمصري هيكون ان شاء الله، لكن في السوبر اللي استهل بيه الاهلي او بدا لعب الاهلي والزمالك في الامارات، شريف اكرامي لعب 90 دقيقه، سعد سمير لعب 90 دقيقه، وحسام ومحمد هاني واحمد حجازي وحسين السيد وحسام عاشور ومؤمن زكريا، ده السوبر اللي احنا فوزنا بيه. لكن سوبر 2015-2016 فاز بيه او 2016-2017 فاز به الزمالك. جونيور اجايل لعب 90 دقيقه ايضا، ده 2015-2016 والكابتن زيزو كان يقود الفريق. باشمهندس كبرت فكره السوبر، اما هي مناسبه بقول لك اصبحت مهرجانيه تجاريه وبطوله من مباراه. يعني انت بتحسب بطوله في حياتك من مباراه واحده. فطبعا مهمه، يعني لقب. يبقى كشف الحساب بتاع الموسم اللي محتاج هذه المراجعه علشان ننظر فيه لعناصر القوه وما تم تدعيم هذه القوه للموسم الجديد. الاهلي خسر السوبر، فاز بالدوري والكاس، معلش لكن من وخسر ضربات الجزاء ترجيح. يعني انما الـ 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 ايضا لازم ننوه ان من ضمن نجاحات الموسم ده استمرارك حتى الان في المشوار الافريقي. وده نجاح، دي اللي عايزه برضو نتكلم فيها شويه ابراهيم. لكن انت مستمر في البطوله الافريقيه، لكن خسرت البطوله العربيه. لا سيبك من العربيه، اعتبرها بطوله ترفيهيه، اعتبرها سيبك من البطوله العربيه. مش هنقعد نقيم بطوله احنا اصلا كنا عايزين نعتذر عنها. واخد بالك؟ استفدنا منها ان احنا شفنا لعيبه جديده، استفدنا منها ان احنا جهزنا لعيبه راجعه، صادفنا سوء بخت. كنا هنبقى حلو قوي لو كسبناه، عشان الناس ما تقولكش انت بتقلل. لا كان نفسنا نكسبها طبعا، بس كان صعب نكسبها. بالظروف اللي احنا فيها، ظروف تجربة صاعدين، عودة قدامة، الناس مش جاهزة. فعشان نتكلم في بطولة افريقيا على طول. طيب البطولة الافريقية اللي احنا مستمرين فيها، وصلنا لدور الثمانية وهنلعب الترجي، وهنتكلم على الترجي وقوته. لكن خلينا نقول احنا وصلنا لغاية النقطة دي ازاي. دوري ابطال افريقيا 2017، الهدف المنشود والحلم المأمول والتقريبا الرصد الحقيقي لجهاز الأهلي والمجلس إدارة النادي الأهلي، المطالبة بفوز أو بالفوز بدوري أبطال أفريقيا. أولا لسبب هيبقى أول مرة في ظل الأربع سنوات الماضية. أي ولا إيه؟ مش كده؟ أي سنين هتعيدك للرانكينج، للترتيب العالمي. أي إنك تنافس، عندك فرص بقى، هتضيف لك لقب
هتضيف لك فرص إضافة مزيد من الألقاب، هيبقى عندك فرصة للسوبر الإفريقي، هيبقى عندك فرصة من خلال كأس العالم للأندية. فرصة كأس العالم للأندية تبقى في دبي وتبقى بمشاركة الأهلي بإذن الله تعالى. أنا دبي نفسي أروحها. أنا في المرتين اللي اتعملوا في دبي وأول ما رجعت اليابان روحنا. أيوه. وروحنا المغرب بس ما رحناش دبي. سرنا مدفون في اليابان. فعايزين نروح دبي. مش أنا وأنت يعني، عايزين النادي الأهلي يروح دبي. ليه وأنا وأنت؟ ونروح بقى، إنما الفكرة كلها لنا جالية هناك، لنا شعبية. بالظبط بالظبط. العرب هناك. أنت هتكون بإذن الله تعالى يا رب. فلما كنا أنا ممثل أفريقيا. بجماهيرك. ولو حد من آسيا كمان يكون عربي هتبقى بطولة جماهيرية. هتبقى بطولة جبارة. إن شاء الله تعالى. الأهلي حتى يصل إلى هذه النقطة اللي وصل فيها لغاية مباراة دور الثمانية بعد ما لعب دور الستاشر بدور المجموعات. أول سنة السنة دي يتلعب دور المجموعات مبكرا في دور الستاشر. الأهلي اجتاز هذه الأدوار، شارك معاه حتى وصل إلى مباراة دور الثمانية أحمد فتحي في 8 مباريات، وشريف إكرامي أيضا لعب 8 مباريات، سعد سمير لعب 7 مباريات زي علي معلول، وعبد الله السعيد لعب 8 مباريات، وعمرو السوليه لعب 7 مباريات. هتشوفوا حضراتكم جدول مشاركات لاعب الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا العام بالدقيقه والمباراه حتى وصلنا الى نقطه دور الثمانيه. اكثر لاعب الاهلي مشاركه، هو ده الجدول، اكثر لاعب الاهلي مشاركه في المباريات الافريقيه حتى الان احمد فتحي وشريف اكرامي وعبد الله السعيد بواقع 8 مباريات، 8 مباريات لكل منهم. اهداف لاعبي الاهلي في البطوله الافريقيه حتى الان، سجل هدفين جونيور اجاييه وعمرو جمال ومؤمن زكريا، وسجل هدف واحد احمد حجازي وعبد الله السعيد. 8 اهداف في المشوار ده. بالظبط. يبقى ماتشنا بس احنا لينا فقره مخصوص مع الترجي. الترجي ليها كلام، ليها كلام. لكن هذا الموسم الكبير اللي الاهلي لم ينهيه بعد، عشان ناس تقدر وتشوف قد ايه لعيبه الاهلي خدوا اسبوع، في ناس خدت 5 ايام وفي ناس خدوا 8 ايام ورجعوا، اللي راح المنتخب راح واللي راح على معسكر اعداد الاهلي راح. بس من السوبر المحلي والدوري والكاس والبطولة العربية والبطولة الأفريقية، تفتكروا عدد المباريات دي كلها طوال هذا الموسم اللي لغاية دلوقتي ما انتهاش، لأنه مستمر فيه دوري أبطال أفريقيا لاضم الموسمين مع بعض. هذا الموسم الطويل جدا اللي لعله هو الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية، شريف إكرامي كان أكثر مشاركة، عنده 41 مباراة، 41 مباراة لشريف إكرامي هذا الموسم في كل بطولات النادي الأهلي اللي شارك فيها، دوري، كاس، سوبر، بطولة عربية، ثم بطولة أفريقية حتى الآن. في الأربع بطولات شريف شارك في 41 مباراة. هتشوفوا حضراتكم ده الجدول الكامل اللي بيتعرض قدامكم. سعد سمير بعد منه في 4 بطولات لعب 40 مباراة، وأحمد فتحي 39، وعبد الله السعيد 40 مباراة. فكرة مشاركة لاعب في 41 مباراة طول موسم يا باشمهندس رقم كبير. ده 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 رقم كبير بالنسبة لحارس المرمى يبدو منطقيا، لكن لما تشوف مدافع زي سعد سمير وعبد الله السعيد، يعني الناس تتكلم عبد الله السعيد تعبان ومجهد، بس أنا عايز أكمل لك. بص عدد مشاركاته 40 مباراة ولسه بيلعب أهو في معسكر المنتخب، وهيرجع منه يدخل مع الاهلي على موقعة الترجي ان شاء الله. مؤمن زكريا عنده 41 مباراة يا باشمهندس. شريف اكرامي عنده 41 مباراة. سعد سمير عنده 40 مباراة. ده مع الاهلي بقى فقط. شوف مع المنتخب حدوته تاني. لا احنا بنتكلم على الاهلي. انا بس عايز اقول حاجة. اصبر عليا بس. اديني. انا سعد سمير ليه بتوقف عنده؟ اصل انت هتيجي لحظه تقول من نجم الموسم. ايوه. سعد سمير لولا الفتره التجنيد اتمنع من كم مباراه خلالها؟ يجي 4 5 مباريات.
ايوه مش كده؟ ايوه. الاصابه بعد كده اتمنع من كام مباراه؟ طب متخيل بقى لما لو هو ما فيش الكلام ده كان لعب كام مباراه؟ كان بخلاف المنتخب. كان اذا انت اذا برضه مدافع يعني عامل موسم استثنائي. اصل انا ليه بتوقف عند المدافعين؟ تملي الناس المهاجمين بيلقطوا معاه، اللي بيجيبوا جوان يلقطوا معاه. نادرا ما حد يتكلم على مدافع، فلما يجي وائل جمعه ها يتقال عليه ان اسطوره الدفاع في افريقيا بيحقق شيء نادر. صحيح. كل بطوله يشارك فيها يطلع افضل مدافع في افريقيا. صحيح. استمراره مع النادي الاهلي استمرار مذهل. ايوه. فانت كنت تقعد تتساءل امتى هيجي لنا يعني بعد ما بطل؟ فجي لك سعد سمير ماشي على هذا النهج. اتمنى انه يكمل يتحدى نفسه، كلامه لحد دلوقتي كلام موزون، تصرفاته موزونه، يا رب يفضل على هذا الكلام. لما تيجي تشوف برضو المشاركات بتاعت عبد الله السعيد، الظاهره اللي انت بتتوقف عليه عنده كم سنه وبيشارك اساسي بقى في افريقيا اكتر من سعد كمان. عبد الله مواليد 85 يعني 32 سنه. 32 سنه واساسي في افريقيا. اساسي ايوه في ماتشات الدوليه. ايوه واخد بالك؟ ده ايه ده؟ ده انت لو حطيت له كمان 10 ماتشات دوليه وهو يقترب من هذا الرقم يعني. ايوه هيبقى حاجة مرعبة جدا. 50 مباراة في السنة. لذلك هو لما خد أفضل لاعب الموسم الماضي ده كان بجدارة واستحقاق. وبعدين لما تيجي تشوف بالودي محمد مصطفى بيقول لك عبد الله لعب 18 مباراة. 18 يعني 58 مباراة السنة دي لعبها عبد الله. 58 متخيلين واحد عنده 32 سنة وبعدين مع النادي الأهلي هتشوف بعد كده إنه مسجل 11 هدف. أيوه. هتشوف مسجل مع المنتخب كم هدف كمان. اذا هو مش بس لاعب صانع العاب وبيعمل اسيست، ده لازم يتعمل له تحليل لوحده. فانت انت في لعيبه كده احمد فتحي نفس الشيء يعني. انت لما تشوف احمد فتحي برضو احمد فتحي كام 39 مباراه واساسي مع منتخب مصر برضو هتلاقي لعيب له 15 من 15 ل 18 مباراه. لعيبه يا جماعه عنده كام سنه وهداف ولا هو ده. ولذلك انا بقول عماد متعب عنده فرص انه يرجع قويه جدا، بس هو يلا يعمل اللي قال عليه. حسام عاشور يجي ب 35 مباراه، عمرو السلي حسام عاشور 37 مباراه، عمرو السليه 35 مباراه مع النادي الاهلي. انا بتكلم عن النادي الاهلي، ما هم دول لسه ما لعبوش دولي حاجه. حسام يمكن عشان اتوقف بعد الطرد ف اربع مباريات كان هيلعبهم. فكان هيبقى برضه 42 كان هيعدي كل الناس. واخد بالك؟ انت لا، في لعيبه التاريخ، تاريخ الاهلي وتاريخ الكره المصريه هيتوقف امامها طبعا. ما هو خد بالك اللي بيتصدر عدد المباريات في الاهلي. طيب انت عندك وليد سليمان طب والنبي استنى، مؤمن زكريا وليد سليمان لعبوا كم مباراه؟ تتخيل 41 مباراه كل واحد فيهم. ايوه مؤمن ووليد، اللي وليد يطلع من ماتش مصاب يخش على ماتش مصاب. ايوه صحيح بيلعب فترات في المباراه بس فترات بيعمل فارق. صحيح مؤمن يلعب فترات يعمل فارق. هي دي اللعيبه الثقيله يا اخوانا، هي دي لعيبه اصحاب الخبره. وخبرتهم بتبان حتى هم مش مهاجمين صراحه، لكن بتبان في التهديف. الاقي اكتر لاعب سجل اهداف مع الاهلي في هذا الموسم 2016 2017 مؤمن زكريا. جاب كام جون؟ 12 هدف. 12 منهم في الدوري 8 اهداف، اذا هو لعيب في كل بطوله بيلعب بيجيب لك اجوان. يعني قوة الأهلي في القادمين من الخلف، رحم الله الكابتن حمادة إمام. مؤمن زكريا 12 هدف، جونيور أجاييه 11، عبد الله السعيد 11، وليد سليمان 11، صالح جمعة 8، عمرو جمال. يعني شوفوا الفرود الصريح ترتيبه بين الهدافين طوال الموسم السادس. الخمسة اللي قبل منه
وصالح جمعه 6 7 8 مهاجمين. اه صالح جمعه عدد مشاركاته اقل، لكن كل مشاركه شارك فيها يا باشمهندس كان له بصمه. لو حسبنا بقى النسبه التهديفيه لعدد المشاركات لعدد الدقائق، يطلع صالح جمعه الاول، يطلع صالح جمعه. اه ما دي حاجات لازم تتعمل. صحيح والله، انا بقول للاعداد بتاعنا اتعب معانا شويه، هاتوا لنا الحاجه دي. وفي على فكره مؤسسات دلوقتي بتعمل بترصد الكلام ده، وناس بتعمل بيها شغل على الفضائيات. وعمر بركات عنده هدفين، وميدو جابر عنده هدفين، وسعد سمير عنده 4، وعماد متعب برغم يعني قله عدد مشاركاته الحقيقه لكن مسجل 5 اهداف. كله بالي 6. نتائج مباريات الاهلي بقى في هذا الموسم اللي كانت ظهرت فيه قوه الاهلي بهذه الشراسه اللي جابت له الدوري والكاس بالارقام العاليه جدا، واللي خلت لعيبته في صداره عدد المشاركين هذا الموسم. الاهلي فاز 6-0 فاز مره واحده، 4-2 فاز مره، 4-1 فاز مره. اكتر فوز للاهلي تكرر كان 2-0، 12 مره الاهلي يكسب 2-0، وده الفوز المقنع شوية يعني. يعني هدف فوز 1-0 كان بيبقى قليل شوية، لكنه باستمرار الأهلي يمكن 6-0 ده كان مع الألومنيوم في كاس مصر، لكن الأعلى فوزا يا باشمهندس 2-0. 1-0 الأهلي عملها 8 مرات فقط، ده عدد مرات الفوز والهزيمة والتعادل. 0-0 كان 7 مرات، و1-1 كان 3 مرات، و2-2 كان 3 مرات، دي مرات التعادل. ده ميزان القوة، واحنا مهتمين جدا النهاردة استعراض ميزان القوة عشان نشوف كيف تم تدعيم عناصر القوة، وهل هي فعلا ترقى إلى درجة قوة التدعيم، ولا الناس الجمهور الأهلاوي يقلق شوية لما يشوف بعض الأندية بتضم بال 15 وال 20 لاعب ويقول لك الأهلي ما جابش حد. احتفاظ الأهلي بنجومه وتنشيط الدوافع لدى عدد من هؤلاء اللاعبين الكبار أكبر صفقة يا باشمهندس. أكبر صفقة، لكن كمان عايز أقول لك هو ليه جمهور مهتم وقلق؟ لأنه داخل الموسم على داخل الموسم على لقاء في تحدي كبير جدا. الترجي. فانت دلوقتي، انت دلوقتي لما بتيجي بتقول انا هلعب قدام الترجي بالشكل الجديد لفريقي، الناس مترقبه. يعني هنا انت عندك المهاجمين 21 جول، واخد بالك؟ والمدافعين 10. يعني قوة 21 هدف للمهاجمين. مش مهاجمين. الشق الهجومي. الشق الهجومي عندك 6-5 المهاجمين السرعه. اللي هو متعب، كولوبالي، عزارو. عزارو مروان. ما هو مروان جاب جول. 21 جول. المدافعين 10. طب الشادو 60. 60 ده بيوضح لك القيمة الجماعية في لعب النادي الأهلي. معظم هذه العناصر القوية الأهلي بينشطها، بيجهزها لما هو قادم، وما قادم هو الأصعب. ترجي يا دولة، الأهلي يا أمة. بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم من كواليسنا حتى في الفاصل، المهندس عادل ما بينساش شغف الصفقات، ما بينساش انه اي فرصه تيجي يحقق للاهلي صفقه حتى واحنا في الفاصل بيعملها. في صفقه اتعملت من 5 من كام، من 3 دقائق. ايه بقى؟ لا مش ايه. أيوة. يا سيدي لا بس استناني، بس انا بتكلم عايز اعرف اسماء اللعيبه بتاعتنا في المنتخب. كنت بتكلم الكابتن محمود فرج. فعرفت منه ان عندنا 2 بس الاول استنى بس. عرفت ان عندنا 2
عبد الرحمن سعودي محمد رمضان تحت 23 سنة. عبد الرحمن سعودي 2 متر 6. محمد رمضان ده ليبرو. لكن تحت 19 سنة عندنا 6 لعيبة. ودي مهمة جدا. عندنا بقى أحمد سرحان ويوسف السرجاني ويوسف حمدي الصافي ابن حمدي الصافي وعبد الرحمن الحسيني ابن حمدي الصافي ورحاب الغنام. يعني ده ما شاء الله هيبقى طويل. وحمادة عثمان وده برضه حمادة عثمان وعمرو زكريا والاثنين كل دول فوق 2 متر ما عدا الباسير او صانع الالعاب اللي هو احمد سرحان. بس هو ابتدى يقول لي ده الكروس بتاع يعني الباسير بيلعب لرقم 4 ومش عارف ايه فاربعات وثلاثات. طيب ماشي سيبك من بعدين بيقول لي ان دول امل مصر وقد اللي هم بتوع 19 سنه وقد نرى حد احدهم السنه دي مع الفيرستي. طب والصفقه اللي عملتها لمحمود فرج ايه بقى؟ لا لا ده انا بساله على واحد عايزينه ولا لا قال لي قلت له خلص وقال لي خلص خلاص ناشئ صغير يعني. طيب ده للتطمين حضراتكم لان دي حلقه تطمينيه الحقيقه. إذا كنا بنتكلم على ميزان القوة الكروية أيضا بنعرج على الوضع في الكرة الطايرة من خلال بطولة العالم وتألق منتخب مصر فيها والعناصر الأهلوية اللي موجودة سواء في فريق 23 أو في منتخب 19. ترجي دولة زي ما بيقولوا الأشقاء في تونس لكن الأهلي يا أمة. الأهلي والترجي مباراة من الوزن الثقيل هتكون أول مباراة للأهلي بعد العودة هيلعب مباراة في الدوري ثم يتفرغ لمواجهة شديدة التأثير في دور الثمانية في برج العرب 16/9 الأهلي والترجي. اسمح لي ثانية. 23/9 الترجي والأهلي في استاد المنزه 16/23 عايز تقول إيه؟ الدولة والأم. أيوه. دائما الترجي والأهلي طعم خاص بنكهة خاصة بعلاقات خاصة شقيقين بما تعني الكلمة. الترجوية في تونس بيشجعوا الأهلي والأهلوية في مصر بيشجعوا الترجي ومهما بلغ بينهم من تنافس هو تنافس عفيف وشريف وقوي. ها طبعا حماس ده انت لو انت واخوك بتلعبوا مباراة بيبقى كل واحد عايز يغلب التاني. ايوه لكن لما تعرف كمان ان الراعي بتاعهم هما الاثنين في وقت ما الراعي مش الراعي التجاري يعني الداعم الداعم والمحب واللي هما كانوا تحت عبايته زي ما بيقولوا الامير عبد الله الفيصل الامير عبد الله الفيصل عليه رحمه الله الاهلي والترجي. كان يرى في الترجي طعم الاهلي وكان يرى في الاهلي طعم الترجي ولذلك الاثنين بالتشابه كان وكان الكابتن حسن دائما على علاقات طيبه جدا برؤساء الترجي. فانا اولا ارجو ان تخرج هذه المباراه الناس لازم تبقى فاهمه انه لقاء الاشقاء. لقاء الاشقاء ويحترمون جدا النادي الاهلي اذا فاز بيسقفوه وبيشجعوه. عايزين يلقوا كل التقدير والاحترام هنا و نترجم فكرة لقاء الأشقاء. إنما مباراة قوية لا الترجي السنة دي رهيب. طيب بس رهيب إيه؟ بمعايير يعني إحنا برضو كمان الأهلي ما هو رهيب. رهيب والله رهيب. والله رهيب. هو لقاء والله رهيب البنزرتي والبدري. فوز البنزرتي المدرب التونسي المخضرم بيقود أحلام الترجي في دوري أبطال أفريقيا والترجي السنة دي واحد من أفضل الفرق اللي موجودة في دوري الأبطال. عشان كده مهم جدا جدا إن احنا نركز كتير في هذه المواجهة. عقبة كؤود بالفعل محتاجة تركيز شديد ومحتاجة تعامل خاص. أنا بقول إنه نهائي مبكر ربنا سهل بإذن الله تعالى. منتخب مصر في مباراة أوغندا يحط رجله بشكل قوي جدا في التأهل لكأس العالم من خلال موقع كامبالا عشان يرجع لاعبه الاهلي بحاله معنويه جيده يكونوا باذن الله تعالى داخلين على مباراه الترجي بنفس مفتوحه وبدوافع نشطه ان شاء الله. اذا كان الاهلي دعم صفوفه بالعناصر اللي استعرضناها مع حضراتكم اللي اضافت الى قوه الاهلي وميزان قوته في الموسم الجديد ايضا الترجي
على قوته اللي فاز بيها ببطولة الأندية العربية اللي أقيمت هنا في مصر الشهر الماضي، أضاف إليهم أمين المسيكني ده مدافع من حمام الأنف، وأضاف أيضا لاعب الوسط ماهر بالصغير من البنزرتي، ثم أضاف المهاجم الكاميروني من النجم الساحلي فرانك كوم. دول الثلاث تدعيمات القوية اللي عزز بيهم الكاميروني اللي كان راح أوروبا ورجع انتقال حر. أيوة دول اللي عزز بيهم حصل عليه صراع مين ياخده في المطار من الثاني على طريقة عمرو زكي يعني لا مش قوي مش قوي يعني. هم كلموني عمرو وفي ناس قلت لهم شوفوا اذا كان عايز يجي لي هيجي ما فيش خناقه ولا حاجه. بعد كده اما جالي الوكيل بتاعه قلت له انت مش رحت؟ قال لي قلت له رحت سهرت في الحته الفلانيه وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وفاهم ان انت بتحركني يعني. فما جاي بيكلمني قلت له طلباتك اتغيرت لانك رحت قعدت تعمل مزاد، انا مش في المزاد ده. ورفضت ضم عمرو زكي؟ مش رفضت، رفضت السير في المزاد. لا رفضت تغيير الشروط اللي اتكلمنا عليها. لا كان كنت راجع من روسيا بقى. لا 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 ما تجيبهاش بالطريقه دي. كنت اتمنى ضم عمرو زكي. كنت اتمنى ضم عمرو زكي طبعا، بس لما تيجي تستغلني وانا جايبك عشان احنا خلصنا كل التفاصيل وتقعد قدامي تقول لي دين ابو تريكه وخد عمرو او مليون و700 والكلام ده، قلت له مرفوض مرفوض مرفوض. لروسيا وقتها هو كان جاي اعاره ب 300,000 يورو في السنه، لان ما كناش نقدر ندفع 1,700,000 يورو. لما قعد بقى ولقى انه يقدر يعمل المزاد قلت له لا خلاص انت خدت اتجاه انا مش، وكلمت الكابتن الخطيب اكد على الكلام ده له وقال له الطلبين بتوعك مرفوضين. طيب الاهلي والترجي منازله دايما متكرره فيها قوه كتير فيها نديه كتير. الاهلي لعب مع الترجي 14 مباراه، فاز الاهلي في 5 منهم وفاز الترجي في 3 وتعادلوا 6 مرات. الاهلي سجل في الترجي 14 هدف واستقبل من الترجي 8 اهداف. في فوزين للاهلي كانوا في تونس وفي 3 مرات كانوا في مصر. 4 تعادلات في مصر، تعادلين في تونس. الترجي فاز في كل مبارياته في تونس، يعني المباريات اللي الاهلي اللي الترجي كسب فيها الاهلي الثلاث مباريات كانوا كلهم في تونس، ما سبقش للترجي انه يكسب الاهلي في مصر سواء في برج العرب او القاهره، لكن الاهلي سبق له الفوز في تونس منهم فوزين للاهلي على الترجي في تونس وثلاثة في مصر. الأهلي والترجي مواجهة مرشحة للإثارة يا باشمهندس. طبعا طب والترجي السنة دي بيقول لك يعيش أحسن لحظاته، والأهلي بيتصاعد بشكل مطمئن وبشكل تدريجي. لسه طبعا منتظرين من الأهلي أكثر من هذا بكثير، لكن بدوافع الأهلي وثبات الأهلي واستقرار الفريق اللي نرجو، عشان في ناس كتير يقول لك لا لا صوته يعلو على منتخب مصر ومواجهات الاهلي في الفتره القادمه. وارجو ان الكوره تبقى في حته وكل ما يحدث حولها في منطقه اخرى، حتى اهتمامنا احنا تعالوا ننسى كل شيء دلوقتي وخلينا مع الكوره. يجب ان تاخذ كل الدعم كل الدعم كل الدعم. واذا كنا هنتفق او نختلف على حاجات لا يمكن نختلف على دعم فريق الكرة. الاتحاد الأفريقي اختار طاقم حكام سنغالي لإدارة مباراة برج العرب بين الأهلي والترجي، وأسند إلى طاقم كاميروني إدارة مباراة الأهلي والترجي في استاد المنزه اللي هتكون 23/9. الطاقم الكاميروني بقيادة لينيك أليوم ده اللي هيدير مباراة المنزه، بينما الطاقم السنغالي بقيادة مالانج هو اللي هيدير مباراة برج العرب يوم 16 إن شاء الله. محمد ناجي جدو في أحد أهدافه في الترجي ده هناك في استاد المنزل. جدو من اللعيبة اللي كان مفروض تكمل أحسن من كده هو الإصابة اللي جات له وهو بيلعب في هال سيتي هي اللي عطلته. حقيقي يعني ما رجعش زي ما كان. لكن هو حتى في هال سيتي كل ماتش كان بيهدف لحد ما أصيب. فطبعا جده كان لعيب مميز جدا وهداف
بطعم خاص قوي، برضو حظ وحش انه تألق بعد ما كبر، كان يقدر يأدي سنين طويلة في هذا الأمر يعني. لكن هي كرة حظوظ برضو. وكان عنده فرصة يكمل هناك فين؟ في هالسيتي؟ في هالسيتي. بقول لك كل ماتش كان بيجيب جول. يا جولين، لحد ما أصيب. كان فيرود راح فرض نفسه من أول يوم انجلترا لحد ما أصيب. الإصابة طولت معاه يعني. فطبعا كابيتانو عمال بي طارق دياب كان بيقول له كلام حلو قوي، قال له متعتنا كوره اليوم، متعتنا كوره اليوم. وليد سليمان كمان جاب جون، ايه عامل مباراه كويسه قوي. يعني 2-0 2-1 2-1 تمام يعني. جولين حلوين قوي، جده وليد سليمان. من التتويجات القويه للاهلي الحقيقه. من التتويجات القويه للاهلي. لا باداء زي هي باداء زي الصفاقسي. يعني انت كسبت الصفاقسي بجداره. جون متاخر قوي قوي، لكن انت عامل مباراه تكتيكيه عاليه عليهم. انت كسبته في اي لحظه، كنت كان الناس مستنيه جول من الاهلي. يعني ده الاهلي والترجي، المواجهه اللي على مستوى الحدث وعلى مستوى القيمه الحقيقه، لانه الاهلي والترجي فرقتين من الاعلى في القاره الافريقيه حاليا، وفي هذه البطوله هما الاكثر ترشيحا للمنافسه على اللقب، فلما يتقابلوا في دور الثمانيه تبقى نهائي مبكر حقيقة. من المنتخب، من الأهلي وحظوظه والترجي ومنازلته إلى الحلم الكبير، الحلم الكبير بجد، نفسنا نشوف مصر في كأس العالم. وهانت وقربت، صدقوني هانت وقربت جدا بإذن الله تعالى. يوم الخميس يوم الوقفة 3 العصر مصر وأوغندا في كامبالا. لو ربنا أراد إن شاء الله وكسبنا هذه المباراة، أقول لكم بنسبة لا تقل عن 80-90% نبقى قربنا من كأس العالم، لأن وقتها هيبقى محتاجين مباراتين هنا، الكونغو وأوغندا في مصر، أو أوغندا وبعد منها الكونغو. نروح بإذن الله تعالى إلى غانا في المباراة الأخيرة وإحنا مش محتاجين حاجة. لو كسبنا الثلاث مباريات واولهم يوم الخميس هنبقى مش محتاجين حاجه في غانا يا باشمهندس. تبقى مباراه معنويه وساعتها هنكسب بسهوله. نكون تخلصنا من كل الضغوط. ويكون هم بالنسبه لهم خلاص. يبقى بالنسبه له يقدر يغير طرق لعب. ايوه. هيبقى تاهل لكاس العالم، يقدر يفكر العب ازاي في كاس العالم. اكسب الماتش بس، خدها ماتش ماتش، ما تفكرش مراحل. اكسب الماتش الجاي، خدها زي ما الكابتن الجوهري عليه رحمه الله خدها، بالهدف العزيز علينا كلنا اللي اهل مصر لكاس العالم نفتكره في الجزائر. انا قال انما توصل ابراهيم حسن هوبا اتقطع حاوي لسه كرة في الملعب وكرة عالية حسن حسام حسن الجول الأولاني حسام حسن بعد 4 دقايق حسام حسن حسام حسن يا حسام يا حسن بعد 4 دقايق الجول الاولاني لحسام حسن شايف انا الجول بتاعهم العربي واقع الكرة الثانية بتتعاد زي ما احنا شايفين يا سلام يا ما انت كريم يا رب عايز الجول الثاني زي ما احنا شايفين كرة عايزين اعادة كمان مرة والله مصر 1 الجزائر 0 بعد 4 دقايق
ولا ملعوبة. شد حيلك يا بلد، الحلم في كمبالة بيتولد، لأنه زي ما قلت لكم يوم الخميس يوم الوقفة نكسب بإذن الله تعالى الساعة 3 العصر أوغندا إن شاء الله. باشمهندس، منتخب مصر بيتصدر هذه المجموعة، عنده 6 نقاط، فاز على غانا وفاز على الكونغو في برازافيل. الكونغو برازافيل تحولت إلى خصم سلبي، يعني اعتبروها مش موجودة. كل فرقة من الفرق، بل بالعكس أوغندا كمان كسبتها وهتكسبها عودة، فبالتالي مصر وغانا وأوغندا كله هياخد الثلاث نقاط أو 6 نقاط بتاعت الكونغو، يبقى كأنها مش موجودة. يبقى إحنا والكونغو، إحنا وغانا بنتخانق على أوغندا. إحنا كسبنا غانا هنا، مرشح إنها تكسبنا هناك، ده المنطقي. طب إحنا بيننا وبين بعض أوغندا، إحنا كسبنا غانا هناك هتكسبنا في ملعبها. ختاما، هم تعدوا مباراة مع أوغندا، لو رجعوا كسبوها يبقوا آخر أو أعلى رصيد ياخدوه من أوغندا 4 نقاط. التعادل كان في ملعب مين؟ كان في غانا. طيب يعني دي كانت المفاجأة، برضو عايز يكسب أوغندا طبعا. طيب فبالتالي يعني عايز أقول إيه، هما الاتنين مش هياخدوا من بعض أكتر من 4 بونت، لا ده كسب أو ده كسب، واخد بالك؟ الفرصة الوحيدة إن أنت تاخد من أوغندا 6 نقط، دي الفرصة الترجيح. دي مش الفرصة الوحيدة، دي الفرصة الأكيدة. دي الفرصة الأكيدة والفرصة اللي في إيدك. أيوه، لكن في فرص أخرى إن يتعادلوا الماتش الجاي مع بعض، أو حد منهم يتعادل مع الكونغو بمفاجأة. ما أنت لسه عندك الكونغو. الكونغو هناك ولا هنا؟ عندنا هنا. إحنا كسبناها في برازافيل. بص أنا هقول لك حاجة. في الكرة الإفريقية ما تسألش على المنطق، ولا منطق ولا فرقة ضعيفة ولا فرقة. اللي خرج الزمالك وأحرج الأهلي حصلات الفرق في بطولة أفريقيا. حتى منتخب مصر كتير لما معانا من الفرق الصغيرة. اللي أقول لك حاجة، برادلي اللي ما خسرش ولا مباراة غير مباراة 6-1، ولا مباراة، وخرج من كأس العالم. عمل إيه بقى في تصفيات أفريقيا؟ أفريقيا الوسطى هنا 3-1 علقة، أي 3 هجمات مرتدة بـ3 جوان. فالكرة لا، انما احنا لو قدرنا، خلينا والنبي عشان ما نحسبش باكتر من مرحله، عايزين نكسب الماتش الجاي. تكسب الماتش الجاي توصل 9 نقاط وتستنى بقى النتائج الاخرى، يمكن ربنا يريحك يا اخي قبليها. اول مره الخمسة وخميسة بقى، اول مره منتخب مصر يخوض تصفيات وعنده 5 لعيبه في الدوري الانجليزي، واذا كان الدوري السعودي افضل الدوريات العربيه، عندنا 5 في السعوديه. قوة احترافية، عندنا واحد في جنوب افريقيا، عندنا في واحد قوة في احترافية حقيقية، وعندنا واحد في سويسرا. لا خلاص كده، وعندنا واحد متعور في البرتغال، في تركيا كمان، تريزيجيه في اسم باشا، وتركيا ده مهم، لعيب مهم. عندك عصام الحضري في التعاون السعودي، عندك احمد المحمدي في استون فيلا الانجليزي، عبد الشافي في اهلي جدة السعودي، احمد حجازي في ويست بروميتش الانجليزي، عمر جابر في بازل السويسري، كريم حافظ في لانس الفرنسي، النني في الارسنال، وسام مرسي ايضا في ويجان الانجليزي، مصطفى فتحي في التعاون السعودي، محمود حسن تريزيجيه في قاسم باشا التركي، كهربا في اتحاد جدة، رمضان صبحي في ستوك سيتي، محمد صلاح نجم ليفربول اللي متع الدنيا كلها امبارح، وعمر جمال مهاجم بيدفست الجنوب افريقي. دي القوة المحترفة. كم لعيب بقى كلهم محترفون الحقيقة، لانه هذا العدد عد بقى 14 لاعب محترف اول مرة. وعندك عناصر تانية ما جاتش، كان ممكن هذا العدد عمرو وردة او غيره، عندك عدد ممكن كان لو عايز توصل ل 20 لاعب محترف، كان زمان منتخب مصر لما يجي يلعب بنين ولا مدغشقر، كابتن الجوهري اول ما يجي يخوفني من الفرقه يقول لك فيها 2 محترفين، فيها 3 محترفين، كلمه محترفين كانت بتخض عندنا، لان وقتها ما كانش في لعيبه كتير من الكره المصريه محترفه بره،
فكنا بنتخض وبنتهوش لمجرد ان الفريق اللي هنلعبه المغمور عنده 2-3 بره، وممكن يكونوا بيلعبوا في تونس، بس كان كلمه محترف بره في حد ذاتها تهويشه عاليه قوي. احنا النهارده عندنا 14 لاعب، احنا كنا بنتهوش قوي، عندنا 14 لاعب محترفين زي ما قلت لكم، 5 في انجلترا، 5 في السعوديه، و4 منتشرين ما بين بازل السويسري و ايضا التركي بالاضافه للفرنسي، يعني عدد لا باس به من المحترفين. المحليين حدث ولا حرج، يعني بتتكلم برضو على النسبة الأعلى من النادي الأهلي، بطل الدوري والكاس والمتأهل في البطولة الأفريقية، وعناصر خبرة عالية جدا، عناصر لا تقل كفاءة وخبرة عن زملائهم المحترفين برا. عندي أحمد فتحي عنده تجربة احترافية عالية جدا، وواحد من أفضل الظهراء اليمين في الكرة الأفريقية كلها، مش الكرة المصرية بس، وفي حالة جيدة. عندك الأسد ابن الأسد بقى شريف إكرامي، عندك اللاعب المؤثر جدا تكتيكيا في أداء أي فريق عبد الله السعيد، عندك حسام عاشور، عندك الشناوي، لا صالح جمعة، الشناوي بتاعنا حارس الزمالك، صالح جمعة، سعد سمير، رامي ربيعة، طارق حامد، محمود عزت بدلا من علي جبر المصاب، عندك أيمن أشرف، عندك أحمد الشيخ، عندك محمد عواد، عندك حسام حسن ومحمد فتحي. يعني حتى العناصر الجديدة اللي ضمها هيكتور كوبر الأرجنتيني جاية من خلال متابعته للمنتخب أو للأداء الأندية في البطولة المحلية. هذا العدد من المحترفين، كانت الكرة الأفريقية تملي تشتكي أن المحترفين الإحساس الوطني بتاعهم بيبقى أقل، غيرتهم على فانيلة المنتخب مش زي غيرتهم على الفانيلة الأوروبية. احنا عندنا ما شاء الله الوضع مختلف. المصري عاطفي، المصري عنده قيم، وتملي علاقته بالأسرة عالية جدا، فما بالك بعلاقته بالوطن. قليل لما تلاقي واحد شاري دماغه. يعني انت حتى لما كان بيجي لك الكابتن أحمد حسن والكابتن أحمد فتحي وهم محترفين بره، وحوش. وحوش. يعني اللعيب بتاعك حتى كابتن زيدان لما كان بيجي لك كان بيجي لك بمنتهى الرغبه للتالق، كان بيديها. فانت بتعول على العلاقه والسمه الشخصيه بتاعت الانسان المصري المرتبط او ببلده. اتصور انه هيجوا بنفس الروح ونفس القتال. انت كان ليك راي انه فكره الاحتراف الخارجي برضه مش تملي مؤشر نجاح. احنا مش ضمانه. كل مجدنا اللي صنعناه في افريقيا بالمحليين والنادي الاهلي وكل حاجه، ومنتخب مصر 3 مرات ورا بعض بالمحليين، قليل نسبه المحترفين. لكن انا بقول لك انا اعول على الشخصيه، لان ما جربناش قبل كده ان نلعب باغلبيه محترفه. لكن لما بيجي لك تريزيجيه بيأدي ازاي؟ لما بيجي لك محمد صلاح بيأدي ازاي؟ ما هم دول ابرز اثنين كانوا محترفين. لما بيجي لك رمضان بيأدي ازاي؟ بيأدوا اداء في كاس الامم يعني. ايوه. فاعتقد ان اعول على الشخصيه المصريه. تعول على الشخصيه المصريه وتطمن على النوعيه الاهلاويه. لانه الحقيقه مره الاستاذ محمود معروف كتب ان منتخب مصر من غير الاهلي افضل واقوى. فكان ساعتها في ملك وكتابه في الاصدار الاول بتاعنا لو تفتكر، كانت فرصه ان احنا نقلب التاريخ نشوف ايه العلاقه بين منتخب مصر والنادي الاهلي، ايه العلاقه الطرديه بين الاثنين. وانا مش فاهم ايه اللي بيخليه يفكر التفكير ده، يعني فهي يعني نوع من اثاره الناس يعني. لكنه الحقيقه لقينا ساعتها الحقيقه اللي الناس لازم تاخد بالها منها لانصاف الاهلي تاريخيا. منتخب مصر لم يتوج ببطولة ولم يتألق ويفوز في بطولة إلا والأهلي بطل، وده يمكن اللي طمنا السنة دي ويدينا بإذن الله تعالى درجة عالية من التفاؤل للمرحلة اللي جاية، إنه الأهلي في حالة جيدة
والاهلي بيتوج بطل للدوري والكاس، لانه اللي انا بقوله لكم ده مش وليد يوم ولا وليد صدفه ولا وليد بطوله ولا وليد صلاح ولا وليد صلاح. اللي حصل ده شوفوا تاريخ الكره المصريه ايه. اول ما الاهلي اتعملت مسابقه الدوري من بدايه من سنه 48 الاهلي خد 9 دوري خلالهم الفتره بتاعه الكابتن صالح سليم وزملائه. منتخب مصر ياخد كاس الامم الافريقيه مرتين 57 و59، دي في ثنايا توهج الاهلي وبطولاته التسعه في الدوري. اما حصلت بعد كده ما كانش فيه بطولات افريقيا قبل كده، كاس الامم ما هي دي بدايتها. ما انا بقول لك بداية يعني كاس الامم لكش قبل كده ما الاهلي ما هو ودي بدايه الدوري ودي بدايه الدوري وبدايه كاس الامم. اما الاهلي في منتصف الثمانينات عمل التجربه بتاعته اللي كملت بقوه في 86، الجيل بتاع الكباتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب وكابتن ثابت البطل الله يرحمه والجيل الجيل الاهلاوي الكبير في 86 مع مايكل سميث، والاهلي بطل محلي ومتالق في افريقيا، خد لمصر كاس الامم الافريقيه 86 في القاهره. لما الاهلي عمل التجربه بتاعت التسعينات وفاز بسبعه دوري على التوالي بقياده حسام حسن وقتها، كان المنتخب سعيد الحظ انه الكابتن الجوهري ياخد هذه العناصر، طبعا مع مشاركه كل زملائهم في الانديه الاخرى وليهم كل الاحترام والتقدير، بس انا بتكلم على العدد الاكبر كان تاثيره منين. يقوم المنتخب بنفس تجربه الاهلي ياخد كاس الامم الافريقيه 98 في بوركينا فاسو. حتى لو كان عدد اللعيبه اقل لكن التاثير كبير. لما الاهلي رجع عمل تجربة مانويل جوزيه التاريخية المتوهجة اللي طاحت في كل الدنيا وجابت بطولات الدوري أبطال أفريقيا، ده النموذج الساطع بقى. أم منتخب مصر واخد 2006 و2008 و2010 لما بدأت تهدى الومضة بتاعت الأهلي ويعتزل أبو تريكة وبركات ووائل، بدأ المنتخب يتراجع، ما رحناش كأس الأمم. متخيلين أنه لما الاهلي ابتعد عن منصه التتويج ابتعد منتخب مصر عن مجرد التاهل لكاس الامم، اللي لما الاهلي كان بطل خد معاه المنتخب بطل في 3 بطولات. بصوا الرابط الشرطي الواضح والمباشر يا باشمهندس، وخصوصا في الاونه الاخيره. ايوه الحقيقه الرابط الشرطي كويس الجمله دي. لا واضحه العلاقه جدا وتاثيرها، وكل المدربين والمحللين حتى اللي ماسكين منتخب مصر بيذكروها. ايوه ان الاهلي يستطيع ان يقدم لمنتخب مصر على فكره. ايوه في فتره هيدوكوتي هو مش بيقدم لك لعيبه، ده بيقدم لك لعيبه وطرق لعب وانضباط تكتيكي. صحيح بيقدم لك تجربه بكل يعني مكونها. هيدوكوتي في السبعينات هو اللي عمل الزون ديفنس والهجمه من الخلف والمرتده والكلام ده. وكالوتشاي جه عمل الضغط، وبعد كده فايسا عمل جوف فايسا والبصمه بتاعته، واللي كابتن الجوهري ياخد المنتخب يروح كاس العالم. ما انا بكلمك فايسا عمل ايه؟ قدم لك بقى الجيل العظيم بتاع يعني قدم لك هاني رمزي، قدم لك وكان فايسا حط البصمه بتاعت الظهير الجناح مستفيد. خمسة اتنين بحيث ان ابراهيم حسن وربيع ياسين جناح مدافع او ظهير مهاجم. النقاط بقى في الماتشات الوديه هو كان بيغير شكل التكتيك بتاع مصر او النادي الاهلي ومن ثم بتاع مصر. فكل الماتشات الوديه كان النقاد قال لك دي بيلعب مع فرق سهله، وفي اول احتكاك حقيقي سينكشف مستر فايس. طيب وانا فاكر اسم وكان عندكم في الاخبار المانشيت ده. يوم يجي يلعب مستر فايسا ماتشين بره الارض مع الاتحاد السكندري وفي المنصوره يكسب خمسات. ايوه بالطريقه دي. ايوه وتتولد نجوم جدد منهم هاني رمزي. ايوه بالطريقه دي. ايوه ويجي الجوهري يلاقي قماشة تانية، عبق الانضباط التكتيكي والخططي وياخده ويضيف اليه اسلوبه بقى الجوهري بطريقته ويعمل.
فانا عايز اقول لك لا لو الاهلي بعاف بخير المنتخب طبقنا على حظوظ المنتخب ويا رب يا رب يا رب يكون فقل حسن المره دي فوز النادي الاهلي. اولا لما تشوف حتى كاس الامم الافريقي النادي الاهلي كان ماشي كويس وصلنا فاينل على عكس كل المتوقع وكدنا نفوز. يعني مش عايز اتكلم يعني ايه اللي حصل هناك لان انا شايف ان كان في اخطاء جولين من اخطاء تحكيميه فادحه وواضحه. اتمنى ان يكون حظوظنا لو قدرنا نكسب اوغندا يا جماعه يا رب نكسب اوغندا ايوه عشان نتكلم على مباراه لا بالزبط. نقفز الى المباراه التاليه الا ما تطلعش الدور الثاني الا بعد ما توصل الدور الاول. فباذن الله نكسب اوغندا بعدين يحلها الحلال. الكلام على تاثير الاهلي ودوره لا ادعاء ولا شفونيه، يعني احنا مش قاعدين بنمجد في الاهلي، لكن هي حقيقه تاريخيه تحفظ للاهلي كنادي قيمته وتاثيره بين مجتمعه. وده مش من فراغ، لانه اي فريق بيحقق بطوله محتاج عناصر كفاءه، عناصر منضبطه، عناصر عندها روح البطوله. من غير توافر هذه العناصر صعب تحقق حاجه كبيره. لو انت ما عندكش كفاءه، لو انت ما عندكش روح للبطوله، لو انت ما عندكش انضباط تكتيكي وسلوكي، صعب ان انت تنجح. ممكن تنجح رميه بدون رمي، حاجه كده صدفه، لكن علشان تستمر في نجاح انتوا فريق. هو ايه الاهلي بطل الدوري؟ ليه بطوله الدوري مرات فوز الاهلي بيها اكتر من كاس مصر رغم سهوله كاس مصر؟ النفس الطويل والمفاجآت ما توقعكش. بالظبط، لانه الدوري اكبر اختبار لروح البطوله وشخصيه البطل، مش صدفه، مش لطشه وجريت، ما زقتش واحد وخدتها ومشيت بسرعه. وبرضه انت في الكاس صاحب الرقم القياسي ستة. انت الاعلى، لكنه عدد مرات فوزك بالدوري اعلى من مرات فوزك بالكاس، وده مؤشر حقيقي او دلاله على حقيقيه على الرغم من ايه ان مسابقه الكاس اقدم. بالظبط، لكنه هو ده اللي بيخلي الناس تقول لك الدوري بطوله على مقاس الاهلي، لان فيها نفس طويل، فيها اختبار ممتد على مدار شهور طويله، فيها اختبار للاستقرار الاداري بتاعك. انت بتتكعبل من فرق صغيره، ازاي بتقدر تنهض وتكمل؟ فيها اختبار للعناصر اللي عندك، ازاي تقدر تواصل؟ فيها اختبار لدكه الاحتياط اللي عندك، ازاي تقدر تستخدم اكبر عدد من قطع الغيار؟ فيها اختبار للمدرب، وازاي يقدر يتعامل لاطول فتره بدرجه تركيز مستمره؟ كل دي عناصر صناعه بطوله على مدى اطول. فلما يكون الاهلي تاريخيا هو الاقدر على تحقيق البطوله في هذا المناخ، المنتخب عايز ايه اكتر من شخصيه بطل عنده هذه المواصفات؟ عنده عناصر كفاءه عاليه، عنده انضباط تكتيكي وسلوكي عالي، عنده روح بترفض الهزيمه حتى والحكم بيطلق الصفاره. عايز ايه تاني؟ لما يكون عندك اكتر عدد من العناصر عندها هذه الشخصية يا باشمهندس. ما تيجي بقى كأننا في استوديو تحليلي. ايوه. اسألك لو انت النهاردة دلوقتي معاك 15 لاعب محلي و14 لاعب محترف وهتصفي الليلة دي. ايوه. عشان يسافر بكرة، ده بكرة الثلاث مسافر. اتصفت ولا لسه؟ يعني هيختار 25 او 26 للسفر وهيسافروا بكره ان شاء الله. عرفنا اسامي لسه خارج. لسه النهارده هيعلن الاستبعادات. طيب هيسافر ب 25 لاعب؟ عندك 25 لاعب. ايوه. ممكن ترشح لي لو انت حافظ ال 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 واذا كان الاعداد يقدر يمكن يكون وصل لحاجه دلوقتي يجيبها لنا. بعد التمرير الاخير. الاسماء جابوا لنا يا جماعه، شوفوا لنا كده تجيبوا لنا الاسماء لو كانت استقروا عليها. عشان نقدر نتخيل فيما تبقى من وقت التشكيل المحتمل انه يعتمد عليه مين؟ تفتكر مين؟ يعني نبتديها بحراسه المرمى. هي دي شريف اكرام مستقر على شريف. هو العدل شريف. العدل شريف، لكن هنشوف. يعني ما احنا كنا رايحين الجابون بهذا الفكر وفجاه حصل حاجه تانية.
طيب شريف اكرامي كان في اصابه هو العدل، خلينا مع العدل في المنصب ده بالذات. شريف اكرامي ماسك. طب بكري احمد فتحي من واقع الاداء والجداره مش كده؟ ايوه. مين اللي بينافسه في المركز ده؟ المحمدي؟ ايوه. في حد تاني؟ وعمر جابر لو عايز يوظفه في المكان ده. وعمر جابر لو عايز يوظفه يبقى فتحي. غالبا هيكون فتحي. ايوه. في القلب عندك دلوقتي سعد سمير، ربيعه، مفيش حجازي، مفيش علي جبر. لا في حجازي. في حجازي. في حجازي. هو حجازي وشوف مين جنبه. حجازي ومين؟ الأقرب سعد لو جاهز. الأقرب سعد لو جاهز. اه. طيب يبقى دلوقتي عم بنقول فتحي، سعد، حجازي، باك ليفت. عبد الشافي. عبد الشافي. من واقع ايه بقى؟ ولا كريم حافظ؟ لا عبد الشافي. عبد الشافي. خبرة بقى. اه. خد بالك انت بتلعب برضه بره الأرض. ايوه. مش هتغامر انت بعناصر صغيرة. طيب. النني وطارق حامد. ولا النني وحسام عاشور؟ لا ما انت عندك تبديل وتوفيق. انا بعتقد ان هو قناعته بطارق حامد اكتر واحد. بطارق. وهضم شغله واشتغل في كاس الامم كويس. من خلال بس هل طارق يعيش افضل لحظاته؟ اي اثنين من الثلاثه دول هيبقوا كويسين. اي اثنين من الثلاثه دول اتمنى طبعا حسام اخيرا يحظى بان هو يبقى لعيب اساسي في المنتخب. وعبد الله السعيد. انت هتتكلم بقى على الثلاثه اللي ورا الفيرود. الثلاثه اللي ورا الفيرود. ها حط عبد الله السعيد، محمد صلاح، رمضان صبحي. لا تريزيجيه. تريزيجيه. رمضان يستنى. هو بيعمل كده، هو ده تفكيره. هو ده تفكيره. يبقى احنا بنتكلم على كام لعيب كده؟ ثلاثة وخمسة وأربعة وواحد، فاضل واحد. ناقصك فيرويد. عايز مين بقى؟ ما أنت عندك عمرو جمال. ما في، هو بيلعب لو عايز فيرويد صريح هيلعب بعمرو جمال، عايز يلعب بشادو هيلعب بكهربا. مفيش حد خلاص. ايوه. أنت دلوقتي كده حتى كوكا متعور ما عندوش حد. ورمضان ومروان متعور. ومروان متعور وبس مش موجود. ايوه. عمرو مرعي ما اتخدش. مش كده ولا اتخد؟ لا ما اتخدش. طيب فانت بتتكلم بأقل محترف في الدوري التونسي هو عمرو مرعي. فانت دلوقتي بتتكلم على عمرو جمال وكهربا. ايوه. لو هيلعب بفيرود صريح ايوه هيلعب بعمرو جمال، لو هيلعب شادو هيلعب بكهربا. مش كده؟ اتصور ان هو ده التشكيل الاقرب. هيبقى انت عندك الحيره في خط النص ولا ما فيهوش حيره رخ؟ ما انت النني اساسي. شور؟ يعني هو عنده قناعه كبيره بيه الحقيقه، ولعيب تقيل. وهو ما هو لعيب بيلعب في الدوري الانجليزي. مع الارسنال. بالظبط. بس انا شايفه باستمرار بيعتمد على طارق حامد. ما هو طارق حامد مع ان عنده بقى بعد كده في الخط ده في العناصر البديله عنده عمرو السوليه و طب سام مرسي اللي في ويجن ده ما ده برضه ورقه غامضه. بص انت قلت حاجه، هو في الاخر الراجل هيستخدم نفس العناصر اللي اعتمد عليها في كاس الامم. اتصور كده. اتصور كده وده المنطق. هيبقى على الدكه، هتلاقي سام مرسي، هتلاقي على الدكه صالح جمعه. صالح جمعه. صالح جمعه، هتلاقي مصطفى فتحي، هتلاقي احمد الشيخ. لا ممكن احمد الشيخ. مصطفى فتحي مستبعد للاصابه. مستبعد؟ للاصابه. يبقى احمد الشيخ. وهتلاقي كمان رمضان صبحي. رمضان صبحي بديل سريع. والله العظيم لاول مره نحتار من كتر الكفاءات اللي موجوده في المنتخب باذن الله. لكن هو هيعتمد على الحرس القديم مع بدلاء اثبتوا وجوده. طيب لما نكون في حيره في عناصر الشق الهجومي اللي مزدحم بعناصر ما شاء الله، ينفع الراجل يفضل تكتيكه الدفاعي متحفظ؟ هيلعب مش هيغير طريقته. حتى هو عنده اسلحه هجوميه عاليه. ما هي الاسلحه دي بتجد فرصتها في الهجمات المرتده. انت لما تشوف هو جون اللي جابه واضح ان انت مقتنع بالراجل. جدا. انا مع النجاح يا عم، وكنت مقتنع ببرادلي جدا. هو 6-1 دي يعاول عليها. ماريا كسب غانا هنا في مصر. يا فرحتي. مش يا فرحتك، لا.
مهرجان العمر ده اللي انت بوصى بيه المنتخبات رايحين بقى كل الناس مسافرة تحتفل في غانا. ايه ده؟ سيبوا الناس تشتغل بتركيز. زي العبارة الزهراء. والله انا لما شفت المظاهرة بتاعت العبارة الزهراء وشفت المظاهرة بتاعت الخرطوم وشفت المظاهرة بتاعت غانا النتيجة واحدة. اي وكل واحد عايز يعزم واحد صاحبه مالوش في الكرة يقول له تعالى معايا، يقول له ايه ده؟ يقول له ده احنا هنوصل كاس العالم تعالى معانا. يا راجل لا، في الثلاث مرات بتاعت كاس العالم لما بتخرج باحتفاليه بترجع بخيبه امل. فوز مصر على اوغندا باذن الله تعالى يقربنا ويفكرنا بحلم كاس العالم، بس هيرجع مجد عبد الغني يذلنا بالجون ده نفتكره له خلاص. ده مش هيذلك بقى، مش عايزينه يذلنا. اسماعيل يتلعب لفان باستن وبيقابله هاني ويلعبها بالعرض ويخش ويهنش هوبا. كيف كيف يحرز الهدف الاول؟ كيف يحرز الهدف الاول في المباراه؟ وهذه الاعلام اللي كانت بقالها 45 دقيقه وربع ساعه كمان 15 دقيقه ما اهو اي حاجه اي حاجه، انما معلش كيف في الدقيقه 14 من الشوط الثاني صفر توريانو ومجد عبد الغني وضرب الجزاء يا عم يا مختار يا رب. وجول جول 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 جول. الهدف التعادل للمصريين، هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40 في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. كلل الله مجهودات المصريين في النجاح بهدف التعادل في الدقيقة 38، وهذا التعادل هو نتيجة جهود كبيرة طوال هذه المباراة لأن ألف رحمة ونور على روح الكابتن محمود بكر الحقيقة. لكن في مجموعة من الشباب استفزهم ذل الكابتن مجدي عبد الغني لكل الناس بالجون اللي جابه، لدرجة انه يعمل له اغنية ويعمل له سكتش ودايما وابدا اوعوا تنسوا هدف مجدي عبد الغني. عارفين الناس عملوا ايه؟ على الجرافيك ضيعوا ضربة الجزاء لمجدي عبد الغني، نشوفهم ضيعوها له ازاي. وادي ضربة الجزاء، ويا رب مجدي عبد الغني ما يجيبهاش، ويا رب ما يسجلش الهدف دوت، لان اصلا الهدف ده انا متشائم منه. و ضيعها عم مجدي، ضيعها. الحمد لله الحمد لله، عداله السماء هبطت على استاد باليرمو وانقذت مصر من 23 سنه ذل. الحمد لله يا رب عفك ورضاك. واللي في البلكونه بينفخ بقى، ولا اللي خرج يشرب سيجاره، نقول له خش تعالى عم مجدي عبد الغني ضيع البلن. الحمد لله. وعايزين بقى نشوف عم مجدي هيعمل ايه. اللي كان في البلكونه بيشرب سيجاره. بص بص يا ابراهيم، انا مستعد نوصل كاس العالم، واللي عايز يذلني يذلني. عايز يا جماعه كاس العالم قربنا له كتير جدا. ايوه يعني اشمعنى بنتاهل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاولمبياد في فتره الدورات الاولمبيه. على فكره الاولمبياد احنا فاهمينها غلط. الدوره الاولمبيه ما بين الدوره الاولمبيه والدوره الاولمبيه اسمها الاولمبياد، مرحله الاولمبياد زي مرحله المونديال على فكره. فاحنا المده الزمنيه الفاصله بين الحدث والحدث. فالاولمبياد المده. فاحنا بنتاهل كتير لدورات الاولمبيه. هو حظنا في عايزينه بقى يتكسر شويه في عموما. قبل مباراه الخميس منتخب مصر عنده 6 نقاط بيتصدر بهم المجموعه. لعب ماتشين فاز فيهم، سجل 4 اهداف وعليه هدف وبيتصدر. اوغندا المنافس المباشر لينا دلوقتي، عشان كده اللعب معاها في الجولتين اللي جايين ورا بعض ذهاب واياب
يخلينا بإذن الله تعالى نذهب بعيدا. هم عندهم أربع نقاط بيتحتلوا التصنيف الثاني أو الترتيب الثاني، لعبوا ماتشين فازوا ماتش وتعادلوا ماتش. غانا عندها من المباراتين عندها نقطة واحدة، والكونغو ما عندهاش ولا نقطة. غانا رغم أن هي عندها نقطة واحدة بس الجولتين الجايين عندها ستة بونت قريبين منها قوي، يعني تتوقع أنه هتكسب الكونغو رايح جاي، وزي ما قلت لكم الكونغو خصم سلبي في المجموعة، فهتلاقي غانا عشان ما ننخدعش ان هي عندها نقطه واحده واحنا عندنا سته. لا يا سيدي، الخمس نقاط اللي انت فارق بيها عليهم هم مؤهلين ان هم يجيبوا سته من الكونغو رايح جاي، فهيبقى عندهم سبع نقاط بعد الجولتين الجايين، الجوله الثالثه والرابعه. تتوقع ان غانا بالمستريح كده هتبقى عندها ست نقاط او سبع نقاط، عندها نقطه وتاخد سته هيبقى عندها سبع نقاط، احنا عندنا سته، محتاجين نجيب الستة اللي جايين من أوغندا رايح جاي عشان يبقى رصيدنا بإذن الله تعالى 12 نقطة مستريحين. الكونغو هتلعب مع غانا يوم الثلاث 5 سبتمبر، والجولة الرابعة زي ما قلت لكم الجولة الثالثة الخميس 31 أغسطس أوغندا ومصر في كامبالا، وغانا هتستقبل الكونغو في أكرا، ده هتبقى تاني يوم لمباراة مصر، يعني احنا نلعب الخميس هم يلعبوا يوم الجمعة. غانا هتلعب في ملعبها مع الكونغو، وما نستناش كتير لأنه في الجولة الرابعة أوغندا هتجيلنا هنا يوم الثلاث 5/9، بين المباراة ديت والمباراة ديت 5 أيام، يعني تقريبا ممكن بتوع أوغندا يجوا معانا على نفس الطيارة غالبا، ما عندهمش فرصة إلا 4 أيام فقط. خلي بالك صعوبة المباراة فصلين. دي ان اوغندا عندها 4 نقاط، لو كسبتك هتتصدر. ايوه ما هي عندها، عندها دوافع جامده جدا، لكن مدربهم ميتشو الصربي تم الاستغناء عنه، عندهم مشاكل ماليه كبيره جدا في الاتحاد الاوغندي، فاستغنوا عن المدرب الصربي اللي كان بيطالبهم ب $40,000، كان بقاله شهرين ثلاثه ما بيقبضش، تراكمت مرتباته لغايه لما وصلت الى 40 او 45000 دولار. يجي يشوف الخواجات اللي بيجوا عندنا بيغرفوا قد ايه. ده الخواجه يرجع معاه $500,000 وبيشتكينا. الكونغو هتلعب مع غانا يوم في الجوله الرابعه، هتبقى في برازافيل، هتبقى يوم الثلاث 5 سبتمبر في نفس اليوم اللي هنكون بنلعب فيه اوغندا هنا ان شاء الله. اللعيبه تم تطعيمها ضد الملاريا للحفاظ على صحتهم باذن الله تعالى في كامبالا. مصطفى فتحي خرج من الحسابات الفنية الكوبر بعد الإصابة، مدرب المقصة مصطفى كمال مدرب حراس المقصة بيرشح شريف إكرامي ويراه هو الأحق بالمشاركة في هذه المباراة. الإعلام الأوغندي كله بيتجاهل لقاء مصر وبيهتم بالدوري الإنجليزي وصلاح، مركزين مع صلاح قوي. صلاح امبارح عمل مباراة ولا أروع، وقاد ليفربول للفوز على الأرسنال 4-0، كان معظم الأهداف أو 3 أهداف لصلاح، بصمة رئيسية، سجل وعمل اسيست كويس، والهدف كمان اللي بذكاء شديد جدا وبوعي رغم انه كان تسلل لم يتداخل وخرج مان اوف ذا ماتش. قائمة اوغندا لمواجهة مصر، ده مان اوف ذا ماتش الثاني مباراة، قائمة اوغندا لمواجهة مصر بتضم عدد كبير من اللعيبة المحليين وبعض العناصر المحترفة، والعناصر الصاعدة عندهم من المنتخب الأولمبي، وبيقود الفريق بعد الاستغناء عن ميتشو الصربي الجهاز المعاون ليه. لكن في مختلف المجموعات الأفريقية في مواجهات صعبة جدا في هذه الجولة والجولة الرابعة، لأنه الثالثة والرابعة هيتلعبوا ورا بعض. كنا نتمنى أن الوقت يسمح لنا باستعراض الخريطة الكاملة للتصفيات الأفريقية، لكن داهمنا الوقت يا باشمهندس. ما هو يعني أهمية المباراة الحقيقة كانت محتاجة وقت أكتر، لكن كل اللي أتمناه إن إحنا نحقق فوز، لأن كمان إحنا لما بنتعلق بالحاجة ونحط طموحنا في الفوز والفوز فقط بنبقى وضعنا مش عارف. يعني أنت بتلعب فريق عنده نفس الطموحات بتاعك، أوغندا عايزة تتصدر، فإذا تعادلنا إحنا الاتنين هنأذي نفسنا، لأن غانا هتنطنا في الصورة.
ان شاء الله هنكسب. يعني حطوا كل الاحتمالات لكن اتمنى ان نفوز. كل سنه وانت طيب. انت في الصحه والسلامه، كل سنه وحضراتكم طيبين. نرجو كل الخير لمصر، نرجو كل الخير للنادي الاهلي، نرجو كل الخير لحضراتكم، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين، حفظ الله الاهلي من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.